يا صباح الخيرات على كل حضراتكم مشاهدينا في كل مكان في العالم. بداية يوم جديد وإن شاء الله يكون يوم سعيد علينا كلنا، وبنرحب بكل حضراتكم في بداية حلقة جديدة من 10 الصبح في الأهلي. بطبيعة الحال مليانة ملفات مهمة جدا وكتير من المستجدات اللي أكيد هنحب إن احنا نعرفها لحضراتكم في سياق حلقتنا النهاردة. صباح الفل عليك. صباح الخير يا كريم. طبعا صباح الخير على حضراتكم جميعا كل اللي بيتابعنا. ومفاجآت حقيقي، يعني يمكن بنتكلم نسرت في الخبر ده وكاس أمم أفريقيا وكل الغير متوقع اللي حصل الحقيقة، يعني من بداية هذه البطولة لغاية نهايتها بفوز الكوت ديفوار. طبعا هنتكلم في تفاصيل كل ده. الناس كلها كانت بتقول لك طبعا نيجيريا هي اللي هتفوز، الأقرب، الأقوى فنيا، المنظمة أكتر، المستقرة إداريا أكتر، لكن مفيش حسابات فعلا في كرة القدم يعني. والأول مرة كمان أنت بتتكلم عن الأرض المضيفة إن هي تفوز بالبطولة. ارجع بقى بالتاريخ لمصر تقريبا عام 2006 حاجة كانت زي كده. فيعني هنتكلم طبعا في كل التفاصيل دي، بس مبروك كوت ديفوار. كأس أمم زي ما قلنا غير متوقع، بس أنا سعيدة بإن احنا بنشوف برضو منتخبات يمكن بعدت شوية عن الساحة لكن بتعود مرة تانية بقوة رغم كل التحديات اللي كوت ديفوار تحديدا مرت بيها. هنتكلم في كل ده طبعا في فقرة النهاردة، لكن خلينا نتكلم عن تحديات هذا الموسم كمان في الألعاب الأخرى. وهيكون ضيفنا فيها، هيكون معانا لاعب الصالات بالأهلي الأستاذ أحمد رشاد، طبعا ضيفنا العزيز جدا وزميلنا العزيز. وهنتكلم كمان مع الأستاذ كريم فضل والناقد الرياضي، وفقرة مطولة عن كل ما يحمله بقى ملف كرة القدم من أبعاد، خلينا نقولها بهذا الشكل. ولا سيما ماتش امبارح، لأن في ناس كتير فعلا كانت متوقعة إن النتيجة هتكون في النهاية لصالح نيجيريا، لكن زي ما هواند بتقول فعلا في كرة القدم مفيش حاجة مستحيلة، مفيش حاجة مستبعدة، دايما في مساحة كافية لوجود مفاجآت. كوت ديفوار اللي في البطولة دي، اللي في النسخة دي، اتقال عليه ان هو القادم من بعيد، لدرجة انه في مرحلة من المراحل كان خلاص شبه متوقع ان هو مش هيوصل ابدا لمرحلة مباراة النهائي، لكن اللي حصل انه وصل بالفعل بغض النظر بقى عن الحسبة اللي نتج عنها هذا الامر. لكن الحقيقة يعني شفنا تفصيلة الروح لما بتكون حاضرة بينتج عنها ايه. امبارح شفنا ماتش قوي جدا 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 في نهائي كأس الأمم الأفريقية. نقدر نوصف احداث المباراة دي بانها يعني السيناريو بتاعها هو سيناريو تاريخي ودرامي وغير متوقع بأي حال من الأحوال، لكن في النهاية توج منتخب كوت ديفوار بلقب بطولة كأس أمم أفريقيا للمرة الثالثة في تاريخه بعد ما فاز على نيجيريا بنتيجة 2-1 في طبعا ماتش النهائي اللي بيحمل النسخة رقم 34 من هذه البطولة اللي أقيمت على ملعب الحسن وطارة بالعاصمة أبيجان. الشوط الأول أحرز من خلاله ويليام تراست إيكونج الهدف الأول لمنتخب نيجيريا. الكلام ده حصل في الدقيقة 38، لكن الأوضاع اتقلبت 180 درجة في الشوط الثاني. كوت ديفوار سجل الهدف اللي هو هدف التعادل في الدقيقة 62، ثم الهدف الثاني القاتل في الدقيقة 81. منتخب كوت ديفوار كان تأهل للمباراة دي طبعا للمرة الخامسة في تاريخه بعد ما فاز على الكونغو الديمقراطية في نصف النهائي بهدف نظيف. كمان وصل منتخب نيجيريا لمباراة النهائي للمرة الثامنة في تاريخه بعد ما فاز على جنوب افريقيا بركلات الترجيح 4-2، طبعا بعد نهاية الماتش اللي تعادلوا فيه تعادل ايجابي 1-1 خلال الوقتين الاصلي والاضافي. طبعا مليون مبروك لكوت ديفوار. كان الود ودنا يكون ماتش النهائي بيجمع مصر بحد من الاثنين، نيجيريا او كوت ديفوار، لكن نرجع ونقول قدر الله وما شاء فعل. حلوه الود ودنا دي. اه والله. اكيد يعني انت بتتكلم، اصل هو كان حلم كمان مبني على اساس، يعني خلينا نقول انت عندك الاساس ده جزء منه واقع وجزء منه كان تاريخ، لكن ما كانش فيه بقى حاضر او مستقبل. عشان كده احنا كنا دايما بنقول احنا تاريخنا قوي جدا لكن حاضرنا ومستقبلنا بيقول ايه. حاضرنا كنا متفائلين شويه، قلنا روي فيتوريا وقلنا سي في لا باس بيه، وقلنا راجل فاهم اللعيبه واللعيبه كانت بتحبه، وقلنا خلينا نصبر عليه للنهايه والوديات ما خسرناش فيها، فقال لك انت يعمل المطلوب منه. يعني كل الاجواء كانت تقول ان في حاضرنا مبادره خير، او خلينا نقول تفاؤل، لكن المستقبل ما كانش تماما بيحمل لينا اي خير للاسف الشديد في هذه البطوله. سيناريوهات حصلت نتمنى ان هي لا تكرر مره اخرى، ونتمنى باذن الله يكون في افضل في القادم، لان فعلا فعلا احنا كجماهير مصريه تعبنا، تعبنا من التخبط في القرارات، تعبنا من عدم التخبط في اصلا في الاختيارات خلينا نقول. فنتأنى وندعم، واحنا على فكره اعتقد الجماهير المصريه بجد هي ما اعترضتش على اي اختيارات، حتى لما كنا بنتكلم عن الموسم اللي غيرنا فيه 3 مديرين فنيين يا كريم ما حدش اعترض. احنا كنا مستغربين بس ما كانش في حد بيقول لك لا شيل ده وحط ده، لا اعمل كذا. كنا ناس كتير على السوشيال ميديا بتنتقد، لكن
كنا سايبين الدنيا تمشي ومستنيين نشوف والدنيا ما مشيتش. بالظبط كده للاسف. نتمنى الافضل ان شاء الله في الفتره القادمه. خلينا بقى نتكلم شويه عن سيناريو الفوز بالبطوله لكوت ديفوار، لان هو البعض قال لك ده سيناريو او فوز بالبطوله هو درامي شويه، لان اولا خلينا نرجع كده ببدايه كوت ديفوار، منتخب كوت ديفوار تخطى دور المجموعات اصلا، هو كان معاه وقتها 3 نقاط بس، وكان لازم ان هو يستنى، كان ليها حسابات عشان المغرب كانت وقتها تفوز على زامبيا في المجموعه كانت السادسه لو انا مش غلطانه، عشان يحسم مكان ليه في دور ثمن النهائي كواحد من افضل 4 منتخبات يعني المركز الثالث. يعني انت بتتكلم ان هو واجه بجد صعوبات في دور المجموعات يعني في كل الامور، لكن قدر ان هو يتخطى، قدر كمان خلينا نقول الحظ كان ليه دور كبير جدا طبعا مع منتخب كوت ديفوار في المرحلة دي. لكن فكرة ان او فكرة غريبة انك تتغلب في المجموعات وتكسب في النهائي، انت فاهم يعني في حاجة طبعا مش هنقول مش مفهومة بس بتحصل برضو في كرة القدم. فعلى كل حال نرجع لماتش امبارح تحديدا، لا ماتش امبارح كان اداء حلو جدا من الاثنين بصراحة. ما نقدرش نقول نيجيريا يعني صاحبة اللقب برضو 3 مرات ان هي ما قدمتش ماتش قوي، ماتش ما فيهوش تنافسية، لا بالعكس، ده لدرجة ان ناس كثيرة كانت بتقول، كان بتقرا السيناريو بتاع المباراة ان بالعكس يعني نيجيريا هي اللي هتفوز، لكن كوت ديفوار قدرت رغم برضه هنرجع نقول كل الصعوبات، وهنا بنتكلم باللقب للمره بقى الثالثه في تاريخ كوت ديفوار ان هي بتفوز. لا لو هنرجع شويه لورا كان عام 2015 و 1992، دول النسختين اللي فازت بيهم قبل كده، فبرضه من 2015 ل 23 برضه سنوات طويله، وكان من 92 ل 2015 برضه سنوات اطول. فانت بتتكلم هنا كمان اول منتخب مستضيف زي ما كنت بقول لحضراتكم في بدايه الحلقه للبطوله ينجح في الوصول للمباراه النهائيه وكاس امم افريقيا. لو رجعنا مين اللي عمل كده؟ مصر كان عام 2006 واللي توج بيها منتخب يعني مصر بركلات وقتها الترجيح. طيب ايه السيناريو كمان اللي كان غريب عندك؟ السيناريو اللي كان غريب ان انت مشيت المدير الفني بتاعك لكوت ديفوار واستعنت بالمساعد بتاعه كهو اللي يجي محله كمدير او يعني كمدير فني. فبرضو دي كانت فيها علامات استفهام او كان فيها صعوبه، ناس كتير قالت لك لا 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 مستحيل كوت ديفوار مع الخلل الاداري ده وعدم الانتظام الاداري ان هي توصل للنهايه، اكيد طبعا ده مستحيل جدا. لكن نرجع نقول وده الفرق بقى، انا عايزه اتكلم معاك في النقطه دي على فكره، هي النقطه في الاختيار يا كريم يعني الخطا، ولا ان انت عندك سكواد مش مهم مين المدير الفني بتاعي، مش مهم مين اللخبطه اللي بتحصل او التذبذب الاداري اللي بيحصل، بس انا سكواد قوي وعندي بدل السكواد 2 بقدر ان انا اجتاز اي صعوبات بتواجهني، لان انت بتتكلم عن مساعد المدرب. بس ده اللي حصل على فكره، هي السكواد هو اللي حقق المعادله الصعبه، هي دي والروح يبقى اللي مش قصه بقى مدير طبعا فني فقط، أكيد مدير فني كاختيار رقم واحد أساسي، بس رقم واحد مقرر أساسي هو السكواد. حصلت معانا في أشواط معينة في ماتشات معينة في البطولة دي، مثلا منها الماتش اللي خرج فيه محمد صلاح أول خروج ليه لو تفتكر البطولة دي، تحس إن الروح حضرت بعد كده لاعتبارات كتير، بس الروح بتحضر عند اللزوم، هي طب ما تبقى حاضره من الأول. بالظبط. يعني ليه دايما بالزبط لازم نستنى لما نضغط عشان الروح تحضر؟ طب ما يعني هنرجع ونقول ايه؟ قدر الله ما شاء فعل. اللي جاي احلى. تعالي عرفني سيبك انا متفائل. اعرفك انا دلوقتي الجوائز الافضل، لان الحقيقه كان في مجموعه من الجوائز طبعا يعني راحت لاصحابها بقى عن جداره وعن استحقاق. فاز طبعا ويليام يعني اي كونج قائد منتخب نيجيريا بجائزه افضل لاعب في هذه البطوله بالمناسبه، ونجح في تسجيل 3 اهداف خلال مشوار منتخبه وفريقه في هذه البطوله. توج اميرسي فاي مدرب كوت ديفوار بجائزه افضل مدرب في البطوله، وسايمون ادنجرا لاعب كوت ديفوار فاز بجائزه افضل لاعب شاب. كمان حصد منتخب جنوب افريقيا جائزه اللاعب النظيف، وحصد كمان رونن ويليامز يعني جائزه افضل حارس مرمى، وتوج ايميليو انسوي قائد منتخب غينيا الاستوائيه بجائزه افضل هداف برصيد 5 اهداف، وفاز بجائزه الحذاء البرونزي. الحاجه الوحيده بقى ايه اللي طلعنا بيها من النسخه دي حضرات، فاز بجائزه الحذاء البرونزي مصطفى محمد طبعا لاعب منتخبنا اللي الحقيقه كان ليه دور كبير جدا جدا في مشوار يعني منتخب مصر في هذه النسخه. ناس كتير قوي كان عندها تحفظات على اغلب اللاعبين، لكن لما يجي الكلام على مصطفى محمد ده للامانه بصراحه مصطفى يعني محمد طبعا. وقلنا الكلام ده من بدايه يعني البطوله، مصطفى محمد اسمه بيتكرر اكتر لاعب في الملعب، مصطفى محمد لاعب بجد بيلعب برجوله، وانا نزلت له بوست اصلا وشافه، ويعني بغض النظر انت مش بتجامل لعيبه، بس هي القصه كلها ان انت فعلا لما في لاعب فعلا بتحس ب
رجولته في الملعب، بتحس قد ايه الراجل ده بيبذل افضل ما عنده. قلنا الكلام ده قبل كده، قلنا على فكره احنا لو كنا ما صعدناش وكنا خرجنا من البطوله، بس شفنا السكواد بتاعنا بيبذل افضل ما عنده، والله ما هتلاقي واحد من المصريين زعلان. بس احنا مش زعلانين، بس احنا مقهورين، علشان احنا لا شفنا ده ولا شفنا ده. مع احترامي بقى الشديد، ما الواحد بيقول كلام برضو بيلتزم بالسيناريوهات، بس احنا برضو من الجماهير المصريه، فلازم نقول اللي جوه قلبنا بقى. انا ما شفتش لا ده ولا ده، فانا عشان كده مقهور. لكن لو انت لعبت كويس وقدمت افضل ما عندك انا مش هبقى زعلان. ما هي الناس ليه بتتغنى بمصطفى محمد اللي قدام حضراتكم؟ عشان مصطفى محمد فعلا كان لاعب بيلعب برجوله في الملعب، فعلا تقدر تشوف العين المجرده لو انت مش فاهم في الكوره اللاعب ده بيبذل مجهود قد ايه في الملعب، وغيره ما بيبذلش خالص قد ايه مجهود. يعني دي واضحه ودي واضحه على فكره، مش في حد دلوقتي مش فاهم يعني. فهي دي النقطه كلها، رغم ان احنا خرجنا ورغم ان احنا ما صعدناش ورغم ان احنا ما لعبناش اصلا تقريبا ورحنا في ايه ورجينا في ايه، بس الناس بتتكلم عن مصطفى محمد لان هو اللي خلاهم يتكلموا عليه بالاداء اللي هو كان بيبذله في الملعب بالمجهود اللي شفناه امبارح. كمان قاد فريقه للفوز على تولوز، لا هو يعني ما شاء الله عليه بصراحه الله. يعني بجد بجد حقيقي لازم ياخد الكريدت ده. طيب ده من شقشق الثاني بقى، لان برده كاس افريقيا 2023 تحديدا برده سيناريوهاتها وتبعاتها غريبه. هي بقى لحد دلوقتي ودي اول مره تحصل، اطاحت لحد دلوقتي بكم لاعب او كم مدرب عفوا، بتسع مدربين من مناصبهم، تسع مدربين لم تحدث من قبل، تسع مدربين مره واحده. اولا طبعا هنبدا بنفسنا. صباح الخير. اتفضلي. اتفضلي. نبدا بنفسنا، روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر طبعا ودع البطوله من دور ال 16، ده كان اول مدير فني يتم الاطاحه بيه. عندك بعد كده برضو مدير منتخب بوركينا فاسو، عندك بعد كده برضو كوت ديفوار زي ما انا كنت بقول لحضراتكم، عندك منتخب جامبيا، عندك تونس، عندك الجزائر، عندك تنزانيا، وعندك غينيا بيساو. كان مساحة حلو البطولة دي. لا هي بطولة بجد غريبة يعني من بدايتها لنهايتها، كتير ناس ادت لها ألقاب وعناوين، لكن فعلا هي بطولة غير متوقعة على كل الأصعدة، بداية من المنتخبات العربية القوية اللي هي ما جاتش أصلا، بتغيير فعلا بعض الأسماء اللي كانت مفروض كل الجماهير بتعول عليها لكن هي ما كانتش موجودة، أنت ما سمعتش عنها أو شفتها في الملعب، بالمديرين الفنيين العدد الكبير ده اللي اتغير، بأن كوت ديفوار هي نفسها اللي بتفوز بالبطولة. فاهم يا كريم؟ طبعا طبعا. هي فعلا بطولة يعني مختلفة. تعالي بقى نتكلم عن اللي جاي، وهنقول او هنعتبر ان اللي فات ده صفحه وانطوت على صعيد المنتخب بتاعنا، وفي صفحه جديده بصدد ان هي تتفتح، واعتقد ان هي المره دي بتتفتح وهي مصحوبه بكتير من الناس الراضيين عن الاختيار هذه المره، وان كان كالعاده الامر لا يخلو برضه من المشككين ولا يخلو برضه من الناس كانت بتطالب بوجود شخص بعينه، ولما يتواجد هذا الشخص بعينه يقول لك الله مش لاقيين غيره، هم نفس الناس، شيء عجيب جدا. المهم اتحاد الكوره حدد خلاص بكره ان شاء الله الموعد الرسمي لتقديم كابتن حسام حسن امام وسائل الاعلام بعد توليه لقياده القياده الفنيه للمنتخب. هيكون الكلام ده ان شاء الله يوم الاربعاء اللي جاي الساعه 3 عصرا. هيتكلم طبعا كابتن حسام حسن عن اهدافه وعن خططه مع منتخب مصر في الفتره المقبله. وبالمناسبه كابتن حسام حسن كان حاضر امبارح ماتش النهائي في امم افريقيا، وكان ليه صوره كبيره محطوطه كمان في الاستاد على اعتبار انه واحد من اهم لاعبي البطوله التاريخيين، وده واقع، دي حقيقه فعلا. ونتمنى ان شاء الله زي ما يعني كان كابتن حسام حسن ايام لما كان بيلعب كان بيرج استادات افريقيا لما بيشارك في البطوله الافريقيه، اتمنى انه يبقى له نفس الوقعه ونفس التاثير كمدير فني لمنتخب مصر اللي كتير جدا 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 مننا بيعولوا على ان مجرد بس تفصيله الروح اللي كنا بنتكلم عنها من شويه، من كتر ما هي حاضره عند كابتن حسام حسن وان كانت محتاجه تتأيف الى حد ما، لكن اكيد هيبقى لها انعكاسات طيبه على اللعيبه ان شاء الله. بص انا بتفق معاك، بس خلي بالك من حاجه، شخصيه الانسان كده كده بتتغير، وشخصيته مفروض الانسان الناجح يعني السوي بيتطور في حياته. انت شخصيتك وانت في العشرينات غير في الثلاثينات، هتبقى غير في الاربعينات وهكذا. البني ادم بيكبر فبيبقى انضج فبيتطور، ففكره بيتغير، فتعامله مع الناس بيتغير، فرؤيته لنفسه بتتغير. كل دي امور اعتقد لو احنا كنا بنلوم كابتن حسام على بعض الامور، وده ليس دفاع، انا بكلم حضراتكم بالمنطق، على بعض الامور اللي كانت طبعا مرفوضه في الملاعب
تماما سواء كلاعب او كمدير فني، لكن انا بتهيألي مع المسؤوليه الجديده كل ده توقعاتي انا، بس انت لما بتتحط بقى بغض النظر عن شخصيتك بس في مركز مسؤول وبحجم يعني منتخب مدير فني لمنتخب مصر، اعتقد لازم انت تشتغل على نفسك برضو لو في عيوب. فاعتقد ده هيحصل يا كريم، هنشوفه هنلمسه. مهم جدا أكيد. كمان يكون مدير فني على المستوى الفني جيد جدا جدا ويطور الكوره ويطور اللعيبه، بس على المستوى الاخر برضو هو الشخصي او الانساني، مش بنتكلم يكون طبيب واخصائي نفسي، انا بتكلم يكون في علاقه جيده مع اللعيبه، وده مهم على فكرة، ده جزء أساسي من نجاح أي منظومة تكون العلاقة جيدة جدا برضه. هي دي بقى النقطة اللي من أول ما أعلنوا عن تولي كابتن حسام حسن كانت الناس قلقانة منها، لا ووقفت كمان بالتحديد عند العلاقة اللي هتجمع ما بينه وبين محمد صلاح طبعا، أكيد وتكهنات أكيد. ابتدت وتوقعات ابتدت بدري والسيناريوهات اللي اتحطت ويعني ما طبعاً. بالراحة بقى، كله جاي على فكرة كله جاي، بس خلينا ننتظر فعلا اللحظة اللي نقدر نطلع فيها ونتكلم بيزد أو على واقع يكون موجود، لكن إن احنا نقعد نفترض أمور مالهاش دلوقتي أساس من الصحة أو سيناريوهات ليست الأفضل، طب هنستفاد إيه حتى وإن كانت هي الأقرب للواقع أو للحقيقة؟ بس ملهاش لازمة دلوقتي، خلينا ننتظر. أنا أؤمن جدا إن أي شخص ناجح لما بيقلد يعني منصب كبير وبيتقلد منصب كبير لازم إن هو يبتدي يبقى عنده خصائص معينة في شخصيته. إن شاء الله كابتن حسام حسن نتمنى ونأمل إن هو يكون عنده هذه الصفات، هو بطبيعته بون ليدر زي ما بيتقال، هو شخص قيادي، بس القيادية لازم يكون معاها برضو ذكاء أكيد في التعامل بشكل كبير جدا عشان تكسب اللي حواليك، هي دي النقطة. طب. خلينا بقى ننتقل وهنرجع أكيد للملف ده مرة تانية، بس نروح لملف تاني وهي هنروح للتصنيف الاولمبي للجودو تحديدا. اتحاد الجودو المصري هنا حجز، وده خبر حلو، مقعدين حتى الان في اولمبياد باريس، بالتوفيق لكل لاعبتنا بجد 2024. حسب التصنيف اللاعبين المصريين هم اولا يسري سامي لاعب منتخبنا اللي احتل المركز ال 29 وبكده دخل ضمن كوته التاهل في او خلينا نقول من التصنيف العالمي بعد ما حقق انجازات كانت محترمه جدا وكتيره جدا خلال الفتره الاخيره، ابرزها برونزيه بطوله العالم عالم للشباب وكمان لقب بطولة إفريقيا للشباب والكبار، وأيضا الوصول للدور قبل النهائي من منافسات بطولة الجائزة الكبرى اللي كانت أقيمت مؤخرا في البرتغال. طيب ده اللاعب الأول. اللاعب المصري الثاني اسمه عمر الرملي، وبالمناسبة هو عنده 19 سنة، قدر أنه كمان يتأهل من خلال الكوتا القارية، كمان في فرصة للاعب مصري ثالث أنه يتأهل، نتمنى ليه كل التوفيق يعني، وهو محمد عبد الموجود. فبالتوفيق لكل ابطالنا، سعداء جدا ان احنا كل كام يوم بنسمع عن تاهل جديد لابطال في رياضات مختلفه. اتمنى واعتقد كلنا بنامل ان باريس 2024 تحمل المختلف، بس المختلف بصوره ايجابيه في يعني عدد هنا حصدنا خلينا نقول بقى للذهبيات يا كريم، للميداليات الذهبيه يا مشاهد. نتمنى ذلك لان في تطوير بيحصل عندك على الارض، في اهتمام اكتر طبعا، لسه الاهتمام لا ما وصلش للليفل اللي احنا عايزينه خالص يعني خالص، وحط تحت خالص دي خطوط كتير، بس احنا افضل مما سبق، وطول ما انت ماشي افضل من امبارح يبقى انت كده ماشي صح، واحنا فعلا ماشيين كده يعني، احنا افضل بكتير ممكن اقول لك من السنه اللي فاتت وافضل من السنه اللي قبلها، فطريقنا يمكن بطيء شويه كريم بس احنا ماشيين صح. فنتمنى يكون في عدد ميداليات اكبر مش بس على المستوى البارالمبي كالعاده، لا على المستوى الاولمبي كمان، نتمنى ان شاء الله. ذلك. وعلى فكره طبعا ده الجزء المفروغ منه، جزء البارالمبي دايما مفيش مره من المرات يعني البعثه المصريه البارالمبيه كانت متوجهه لتشارك في فعاليات اي يعني دورة أولمبية، غير لما بيرجعوا مكللين بكل أشكال النصر وكل أنواع الميداليات، الحقيقة دايما مشرفينا ودايما رافعين رأسنا، وإن شاء الله المرة دي بقى النسخة دي كمان أولمبيا نشوف إنجازات مصرية حققها طبعا كل المتواجدين في هذه البعثة. على ذكر التأهل والمزيد من التأهل حاصل، الحقيقة دكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة هنأ اتحاد التايكوندو بعد تأهل الثنائي أحمد وائل لطبعا أحمد وائل نصار وآية شحاتة لأولمبياد باريس 2024 خلال التصفيات الإفريقية المقامة في السنغال. آية شحاتة اتأهلت في ميزان تحت وزن 67 كيلو بعد ما فازت على بطلة النيجر، واتأهل وأحمد وائل نصار في وزن أقل من 68 كيلو جرام
وبدايه يعني او وبعد تاهل ثنائي التايكوندو نقدر نقول ان احنا كده رسميا ارتفع عدد المصريين المتاهلين الى اولمبياد باريس 2024 ل 93 لاعب ولاعبه في 17 رياضه مختلفه حتى هذه اللحظه. بنتمنى لهم كلهم كل التوفيق ان شاء الله. ولسه لسه في طبعا فرصه لزياده العدد عدد الابطال ان شاء الله اللي هيتاهلوا لباريس 2024. خلينا نروح كمان لخبر حلو وبطلات تحديدا العاب القوه في المشروع القومي للموهبه والبطل هنا الأولمبي. حققوا نتائج كانت متميزة جدا في دورة الأندية العربية للسيدات المقامة بالشارقة، وحققوا تحديدا 9 ميداليات، 3 ذهبيات وفضيتين و4 برونزيات. البطولة شارك فيها لاعبين كتير جدا من 11 دولة. والحلو في الخبر أن أنت بتتكلم عن بجد يعني بطلات المشروع القومي للموهبة اللي فعلا أولا بيثبت أن المشروع ده قدر أن هو ينجح أو في طريقه للنجاح، وبتتكلم على كمان عدد البطلات اللي قدرنا نكسبهم جراء هذا المشروع. فبالتوفيق ليهم في اللي جاي، بس سعداء طبعا بالإنجازات المحققة حتى هذه يعني اللحظة أكيد. السكواش بقى كالعادة يعني دايما كل مرة بنقول لكم حضراتكم أي خبر يخص السكواش فاحنا بنتكلم بطبيعة الحال على انتصار مصري ما. مبروك للبطل المصري كريم عبد الجواد التتويج ببطولة بيتسبرغ لرجال السكواش اللي استضافتها مؤخرا الولايات المتحدة الأمريكية، واللي بتصل يعني إجمالي جوائزها إلى 75,000 دولار. فاز كريم عبد الجواد في المباراة النهائية على الإنجليزي مروان الشرباجي بنتيجة 3-0 في مباراة استغرقت 33 دقيقة، وجاءت نتيجة الأشواط كالآتي 11-3 و11-8 و11-9. طبعا بالتوفيق للاعبنا ومليون مبروك على هذا الإنجاز. خلينا دلوقتي نتابع بقى مع حضراتكم درجات الحرارة والطقس ونرجع نكمل. وده من جديد لـ10 الصبح في الأهلي، بنجدد الترحيب بكل حضراتكم. تعالوا نروح بقى على مقر النادي الأهلي بالجزيرة حيث تتواجد زميلتنا العزيزة منى المنيسي اللي هتعرفنا على آخر الأخبار والمستجدات بكل تفاصيلها. منى صباح الفل عليك، اتفضلي. يا صباح الفل عليك يا كريم، صباح الفل يا نهان، صباح الخير على كل مشاهدي ومتابعي شاشة قناة النادي الأهلي في كل مكان. يوم جديد من 10 الصبح في الأهلي وأخبار رياضية أهلاوية كمان جديدة، وأنا دلوقتي موجودة في المقر الرئيسي للنادي الأهلي بالجزيرة عشان أطلعكم على آخر وأهم أخبار النادي الأهلي وفرقه الرياضية المختلفة. خلونا نبتدي باخبارنا وكره القدم والفريق الاول لكره القدم. الفريق النهارده راح من التدريبات، امبارح كان بيتمرن بشكل طبيعي على ملعب مختار التيتش، ولكن النهارده مستر مارسيل كولر قرر ان هو يدي لاعبته اجازه او راح النهارده من التدريبات عشان يستأنفوا بكره وبعده ان شاء الله تدريباتهم بشكل طبيعي. بيتمرنوا او تجمع الفريق بيبقى الساعه 10 الصبح والتدريب بيبدا الساعه 11 الصبح. يمكن يوم الاربعاء بعد تدريب الفريق بعد ما يخلص التدريب الفريق كله هيتغدى هنا في النادي وبعدين يتحرك مباشره بطائره خاصه للجزائر ان شاء الله الساعه 3 العصر. بيرأس البعثه استاذ محمد الجرحي عضو مجلس اداره النادي الاهلي. طبعا الفريق هيسافر للجزائر علشان يواجه اكيد شباب لوزداد الجزائري في دوري ابطال افريقيا. يعني يمكن دي الجولة الرابعة من مرحلة دور المجموعات وإن شاء الله بنتمنى أكيد لفريقنا كل التوفيق إن شاء الله في المباراة. كمان مستر مارسيل كولر النهاردة مستني إن هو يطمئن على حالة بيرسي تاو بعد رجوعه أكيد من أبيجان، كان بيشارك أكيد مع منتخب بلاده فهيطمن عليه النهاردة إن شاء الله بعد رجوعه ويدخل على طول في تدريبات الفريق الأيام اللي جاية علشان إن شاء الله أكيد برضو يسافر معاهم. يمكن الايام اللي فاتت كان في تالق كبير من شباب بقى وناشئين كره القدم، شباب او فريق 2003 امبارح فاز على بتروجيت بثلاثيه بعد ريمونتادا اهلاوي، كان احرز الفريق او فريق بتروجيت في اول شوط اول جول في المباراه، بعد كده الشوط الثاني قدر النادي الاهلي يعمل ريمونتادا اهلاوي بثلاثه اشواط علشان تنتهي النتيجه في الاخر 3-1 لصالح النادي الاهلي. يعني يمكن دي كانت مباراه في دوري الجمهورية. خليني أقول لحضراتكم مين اللي أحرز أهداف الفريق أمس. أول هدف كان اللاعب علي نادر، تاني هدف كان المتألق سمير محمد، وآخر هدف كان من المدافع إبراهيم عبد الحكيم. أما فريق 2009 النهاردة بقى عندهم مباراة الساعة 2:30 على ملعب النادي الأهلي في مدينة نصر مع سيراميكا كليوباترا، بنتمنى لهم أكيد كل التوفيق برضو. واستكمالا لاخبارنا وباقي الفرق الرياضيه بقى، والبدايه بكره اليد رجال اللي بيواصل استعداداته وتدريباته لمباراه الجوله الرابعه من بطوله الدوري العام لكره اليد. المباراه هتكون بكره ان شاء الله مع نادي الجيش
مع نادي الجيش عفوا الساعة 4 العصر على الصالة الخاصة بنادي طلائع الجيش، بنتمنى لهم أكيد برضو كل التوفيق. أما سيدات بقى كرة اليد، في توقف دولي الفترة دي، ويمكن يعني البنات أو السيدات اللي موجودين من نادي الأهلي مع المنتخب الوطني بيشاركوا في تدريبات المنتخب الوطني في معسكر مفتوح يوم الخميس والجمعة والسبت، وبعدين بيرجعوا باقي الأسبوع يتمرنوا بشكل طبيعي مع النادي الأهلي. ولكن في توقف بالنسبة للنادي الأهلي في المباريات، المباريات هتعود من جديد يوم 20 فبراير الجاري إن شاء الله. ومن سيدات كرة اليد لسيدات كرة السلة، لبكرة عندهم ماتش مهم إن شاء الله مع نادي سموحة هنا في النادي الأهلي أو على صالة الشهداء تحديدا بمقر الرئيسي للنادي الأهلي بالجزيرة. المباراة هتكون الساعة 6 مساء، وحابة أفكر مشاهدينا أن آخر فوز لسيدات كرة السلة كان على نادي الاتحاد يوم السبت بنتيجة 159. بنتمنى لهم أكيد كل التوفيق برضو في مباراتهم بكرة إن شاء الله. اما رجال كره السله ففي توقف دولي دلوقتي لمشاركه منتخبنا الوطني في بطولتين. المنتخب دلوقتي موجود في قطر عشان هيشارك في بطوله دوليه وديه، وبعدها على طول ان شاء الله هيشارك في تصفيات بطوله افريقيا او الافرو باسكت. حابة كمان أقول لمشاهدينا مين من لاعبي النادي الأهلي اللي بيشارك مع منتخبنا الوطني، وهم إيهاب أمين، عمر طارق، عمرو الجندي، مروان سرحان، سيف هنداوي، وكريم حاتم. بنتمنى لهم أكيد هم وباقي كل عناصر المنتخبنا الوطني كل التوفيق بإذن الله. من رجال كرة السلة لرجال كرة الطايرة، بعد الفوز على نادي سبورتنج يوم السبت بنتيجة 3 أشواط مقابل شوط، والحقيقة تألق كبير لقيناه من أو شفناه من رجال كرة الطايرة. هم بيستعدوا بشكل مباشر ومن غير أي راحة، بيستعدوا على طول لتدريباتهم أو يستأنفوا تدريباتهم بشكل طبيعي جدا، علشان عندهم بكرة إن شاء الله وبعده ماتشين مهمين مع نادي على صالة قصدي أقصد عفوا على صالة دكتور حسن مصطفى. المباراتين هيكونوا مع إيسترن كومباني إن شاء الله على صالة دكتور حسن مصطفى الساعة 8، ودي مباريات بيست أوف 3. نتمنى لهم أكيد كل التوفيق. لازم الفريق يحصل على مباراتين من أصل 3 علشان إن شاء الله يتأهل للدور اللي بعده، ده دور الثمانية، وإن شاء الله بعد كده هيكون في قرعة علشان نختار من خلالها أو يختار من خلالها الاتحاد مين الأربع الفرق اللي هيشاركوا إن شاء الله في دور الأربعة أو مين المتأهلين وماتشات دور الأربعة إن شاء الله. من رجال كرة الطايرة لسيدات كرة الطايرة أيضا، عندهم نفس البطولة بيست أوف 3، ولكن النهارده بيستعدوا أو بيختتموا تدريباتهم، وبكرة برضو استعدادا لمباراتين يوم الجمعة والسبت نفس البطولة بنفس الطريقة بيست أوف 3 برضو. استعداداتهم اكيد قويه كانت الفتره اللي فاتت. هيكون المباراتين مع نادي الزهور الساعه 8 برضو على صاله الدكتور حسن مصطفى، بنتمنى لهم اكيد ايضا كل التوفيق. دي كريم وانا هوان، ده كانت كل اخبارنا من داخل المقر الرئيسي للنادي الاهلي، وانا معاكم اكيد لو عندكم اي استفسار تاني. العوده اليكم مره ثانيه. لا والله ما فيش غير كل الشكر ليك زميلتنا العزيزه منى المنيسي على هذه التغطيه المتميزه كالعاده، شكرا جزيلا. سريعا خلينا نروح بعد اخبار النادي الاهلي والفرق طبعا المختلفه للدوري الانجليزي. امبارح انا كنت بتكلم انا وانت عن ارسنال تحديدا مع كابتن ايهاب جلال برضو بالظبط، واتكلمنا عن ارسنال قد ايه من الانديه اللي هي بتحاول بقالها سنوات بعد غياب سنوات طويله جدا. امبارح فاز ارسنال على ويست هام كان بسداسيه نظيفه في الجوله ال 24 من الدوري الانجليزي. هو الحقيقه مش مجرد انتصار انت بتتكلم عنه وخلاص، لا هو كمان عنده أو حمل العديد من الأرقام القياسية اللي خلينا نوط لحضراتكم عليها. أولا أنت بتتكلم لأول مرة في الدوري الإنجليزي من موسم 59-60 بتشهد المسابقة انتصارين بنتيجة بلس 6، يعني أهداف طبعا مش يعني حاجة برضو رقم كبير طبعا. خلال فوز أرسنال هنا بتتكلم سداسية نظيفة على إيه؟ على ويست هام برضو. ما هو ويست هام وما هوش برضو نادي قليل يا كريم، لا ويست هام برضو من الأندية الإنجليزية الكويسة جدا. انتصار كمان نيوكاسل 8-0 على شيفيلد يونايتد برضو كان غريب جدا. يعني كمان قرر ويست هام الهزيمه خلينا نقول الاتقل في تاريخه وعلى ملعبه بالسداسيه اللي احنا بنتكلم حضراتكم عليها ده، ويعتبر اكبر فوز لارسنال خارج ملعبه. فطبعا لا يعني متفائلين بارسنال، انا بحب ارسنال على فكره. وكمان ارسنال اكتر فريق سجل اهداف من ضربات ركنيه، عندك هنا بالارقام 11 هدف، وبكده خلينا نقول بقى رصيده ارتفع ل 52 نقطه من المركز او في المركز الثالث بفارق الاهداف المسجله خلف مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني. فانت بتتكلم لا يعني ربما تكون
هناك فرصة لسه موجودة لأرسنال إن هو يبدأ بقى يلعب في التوب 2، يعني خلينا نقول بقى يبقى في هنا مثلا رانكينج مع ليفربول، أرسنال، مان سيتي وهكذا، التذبذب اللي شفناه شوية، وربما تبقى مركز تاني كمان بإنتهاء الدوري، محدش عارف. كده كده الحقيقة عاملين شغل حلو في النسخة دي. في تطوير بيحصل عندهم في الكورة وده المهم. بيجتهدوا يعني بيجتهدوا جامد، وطبيعي إن هم لازم يحققوا انتصارات، أي حد بيجتهد وعلى أساس لازم ربنا بيكرمه. تعالوا بقى نروح ونتعرف على أغلى 5 لاعبين من حيث القيمة التسويقية من المشاركين في نهائي كأس أمم إفريقيا من خلال هذا الفيديو جراف، تابعوا معنا. طيب خلينا دلوقتي نتعرف على المنتخبات اللي نجحت في الاحتفاظ بلقب كاس اسيا في نسختين متتاليتين من خلال الفيديو جراف ده، ونرجع نكمل. ودلوقتي خلونا بقى نتعرف على مجموعة جديدة من التمرينات الرياضية السهلة البسيطة من خلال هذا التقرير اللي بعديه هنطلع فاصل وإن شاء الله لنا عودة، خليكم معنا. صباح الرياضة والنشاط والحيوية. خسارة الوزن رحلة بتحتاج مننا مجهود وصبر، بس نتيجتها تستاهل. هنساعدك من خلال التمرين اللي هنقدمها لك بأدوات بسيطة جدا تقدر توصل للهدف اللي أنت عايزه. 30 دقيقة تمرين في يومك هتقدر تخسر وزن وتحرق دهون وتشد وتقوي بيهم عضلات جسمك كلها. النهارده هنبدا مع بعض. اول تمرينه هنعمل تمرين لور بادي، هنشغل بقى عضلات الرجلين باستخدام دامبل ومات. بس قبل ما نبدا التمرين زي ما متعودين كل حلقه اللي احنا دايما بنسخن جسمنا كويس جدا عشان نتفادى اي اصابات ونهيئ جسمنا للتمرين. اول تمرين معايا هيكون دامبل جود مورنينج. بمسك الدامبل ببدا انزل اتني ركبتي سنه بسيطه وازق وسط ورا واطلع تاني، بشغل بقى العضلات الخلفيه للرجلين. هنعمل مع بعض 12 عده، 1 2 3، اهم حاجه خلي ظهري مفرود، 4 5، انظم نفسي طول ما انا بتمرن، ونكمل ل 12 عده. انزل الدمبل واعمل على طول وراها من غير ما اخد ريست جامب سكوات، اعلى فوق 2 3 4 5 6، ونكمل برده لمده 12 عده. ناخد ريست 30 ثانية بناخد فيها راحة ونشرب مية. هندخل على التمرين اللي بعد كده، هعمل سبليت لانج 10 عدات على كل رجل، أهم حاجة ما أخليش رجلي اللي ورا ركبتي تلمس الأرض، ظهري مفروض، أبدأ أنزل 1 2، شدد عضلات البطن والظهر مفروض، 3 4 5 6 7 8 9 10. هنخلص الرجل اليمين وبعد كده هنعمل على الرجل الشمال برضو 10 عدات، 1 2 3 4 5، ونكمل لغاية 10. برضه مش هريح في التمرين ده، بعمل التمرينتين سوبر سيت ورا بعض. هنزل على ظهري اخلي كعب رجلي تحت ركبتي، احط الدمبل هنا على وسطي وابدا اطلع هيب بريدج، هعمل 15 عده وانا بزق فوق اطلع نفسي، 3 4 5 6 7، لو اقدر اثبت
ثانيه فوق واعمل سكويز 10 واكمل لغايه 15 عده. وبعد كده باخد ريست برضو اللي انا بشرب ميه قبل ما ادخل على التمرين اللي بعد كده. عندنا التمرين اللي بعد كده هعمل دمبل سومو سكوات. احط الدمبل على كتفي وممكن امسكه في ايدي عادي، اوسع رجليا، اخلي مشط رجلي لبره وابدا انزل برضو بزق وسط ورا، هاخد نفس وانا بنزل، وانا بوش لفوق بطلع النفس. هنعمل 12 عده، 3 4 5 6 7 ونكمل لغايه ال 12. هيتبقى معانا تمرين كمان اللي هو الهيب بريدج، بشغل عضلات الخارجيه للرجلين. ممكن اسند على اي حاجه، لو انا مش قادر يكون في بالانس عندي لسه في البدايه ممكن اسند على كرسي او اي حاجه عندي. زق رجلي الجنب 2 3 4 5 6 7 8 9 10. بكمل 10 عدات على رجل اليمين، وبعد كده بعمل 10 عدات برضو على الرجل الشمال. وبكده نكون عملنا مجموعه من التمرين لعضله الرجلين. النصيحه اللي حابين نقولها لك في نهايه الحلقه، اللي انت اهتم بشرب الميه على مدار يومك، ده هيساعدك اكتر اللي انت تحرق دهون وتخسر وزن وتحافظ على جسمك. واشوفكم تاني في حلقه جديده. مرحبا بحضراتكم، الفقره دي هنتكلم فيها عن العاب الصالات في النادي الاهلي والتحديات الفتره اللي جايه هذا الموسم، ودعم الفريق كمان بصفقات جديده، ملف بيهم كل الناس طبعا، هنتكلم بالتفاصيل. بس خلينا نرحب بضيفنا العزيز احمد رشاد الناقد الرياضي. صباح الهنا. صباح الخير يا نهاوند، وصباح الخير يا كريم، وسعيد ان انا موجود معاكم في 10 الصبح. واحنا كمان بجد يا رشاد وتشرفنا وبتعرفنا ايه الجديد دايما، وبالذات في رياضات الصالات المختلفه. وعايزين نقف معاك بقى النهارده عند رياضه منهم تحب نبتدي بايه؟ نبتدي طبعا بكره اليد، سواء طبعا اليد رجال او اليد سيدات. خلينا بس في البدايه نتكلم عن كره اليد وفريق كره اليد اللي احنا انا واحد من الناس كنت براهن عليه من الموسم اللي فات. الناس كلها كانت زعلانه شويه من فرقه كره اليد رجال في النادي الاهلي، لكن قدر النادي الاهلي ان هو طبعا يعمل فريق او يعمل جيل يقدر ان هو يستحوذ على كل البطولات خلال السنين اللي جايه. شفنا الموسم اللي فات فريق كره اليد رجال بيحقق البطولات، الموسم ده بيحقق برضه بطولات، فايز في كل المباريات حتى الان، لان النادي الاهلي لما اشتغل على فرقه كره اليد اشتغل بشيء مختلف، ان انت بتعمل جيل، ان انت يبقى عندك عناصر من الشباب وعندك عناصر من الخبره يقدروا ان هم يشيلوا قطاع زي كره اليد او زي الفريق الاول لكره هو اليد. هو ايه اللي كان حاصل؟ ففي ناس كانت زعلانه على فريق او من الفريق. الجماهير طبعا، انت عارف يا كريم ان الجماهير او جماهير النادي الاهلي دايما ما بتقبلش غير بالفوز. طبعا. جماهير النادي الاهلي ما بتقبلش دايما غير بالمركز الاول. انت عندك فتره في كره اليد كان في تذبذب في الاداء، كان في طبعا خساره من المنافس، ما كنتش في احسن حال، لكن النادي الاهلي اشتغل على الملف ده كويس جدا، قدر ان هو يعمل جيل او يصنع جيل من كره اليد يقدر الفتره اللي جايه ان هو يستحوذ على كل البطولات. شفنا ان الموسم اللي فات الحمد لله طبعا والكل مبسوط من كره اليد في النادي الاهلي، الموسم اللي فات بيتوج بكل البطولات، الموسم الحالي بيتوج برضه بالبطولات ومتصدر الدوري حتى الان، ماشي بشكل كويس جدا في الدوري، لان انت دعمت الفرقه بعناصر شباب، بعناصر خبره، بصفقات جديده، جبت جهاز فني محترم بقياده طبعا الاسباني ديفيد ديفيز اللي احنا اتكلمنا دايما معاكم هنا عن قيادته للفرق او المدرسه الاسبانيه اللي احنا اتكلمنا عنها. وكمان على فكره المدرسه الاسبانيه ما نجحتش مع النادي الاهلي بس، هي كمان المدرسه الاسبانيه نجحت مع منتخب مصر لكره اليد طبعا الاسباني باستور. لكن خليني اقول لك ان فريق كره اليد في النادي الاهلي ماشي بشكل كويس جدا تحت قياده الاسباني ديفيد ديفيز، محقق كل الفوز في كل المباريات سواء في المرحله الاولى او المرحله الثانيه، عنده 16 نقطه، بيبعد عن نادي الزمالك اللي كان المنافس للنادي الاهلي يعني. وكان الاقرب، بيبعد طبعا 4 نقاط الزمالك في المركز الثاني برصيد طبعا 12 نقطه، النادي الاهلي برصيد 16 نقطه. الفكره هنا بقى والحاجه المهمه جدا اللي انا عايز اتكلم فيها، بما اننا اتكلمنا عن كره اليد في النادي الاهلي او الدوري او النظام، ودي رساله مني، احنا طبعا الفتره الاخيره كنا بنشيد باتحاد اليد، وكنا لما منتخب مصر لكره القدم خسر بطوله امم افريقيا او خرج قصدي من بطوله امم افريقيا، قلنا او الناس كلها طلعت بتشيد بمنتخب مصر لكره اليد وتشيد بالاتحاد، ان الاتحاد
المصري لكرة اليد عامل نظام مختلف، عامل قواعد، عامل نجاحات، فليه ما يبقاش اتحاد الكورة زيه زي اتحاد اليد، في نظام، في شغل مختلف عشان تقدر ان انت تتوج بالبطولات. الاسباني باستور لما تعاقد معاه منتخب مصر حط نظام جديد للدوري. احنا الموسم اللي فات كنا عارفين ان الدوري من مرحلتين، مرحلة اولى ومرحلة تانية، وبيكسب طبعا المتصدر لو في حالة التعادل بيبقى في طبعا مباراة فاصلة. لكن اتحط نظام السنة دي، انا شايف ان هو نظام ظالم للاندية، مش على قدر الامكان اللي احنا متعودين من منتخب او من الاتحاد المصري ان هو يحط نظام بالطريقة دي. اتحط نظام ان انت بتلعب مرحلة اولى ومرحلة تانية، وبالرغم من ان انت تكون متصدر المرحلة الاولى او المرحلة التانية، بتلعب في الاخر بيست اوف 3. ليه؟ تلعب ثلاث مباريات اللي يكسب منها مباريتين الاول والتاني. انت مع احترامي طبعا للاسباني باستور، هو حط نظام وقال لك ان انا عايز احط نظام يضاهي الانديه العالميه واتساع المنافسه، لكن مش موجود، مش ممكن ده يحصل مع الانديه اللي بره عشان قوه الاحتكاك، انما ما يبقاش انا هنا متصدر الدوري طول الموسم بلعب مرحله اولى بحقق الفوز في كل المباريات، والعب مرحله تانية احقق الفوز برضه في كل المباريات، وارجع في الاخر العب ثلاث مباريات اللي يكسب منها مباريتين مع المركز الثاني. طب فين بقى هنا العداله بالنسبه للانديه لما العب مع المركز الثاني؟ خليني لا قدر الله حصل مثلا في نهايه الموسم اجهاد للعيبه، اصابه لاي لاعب مثلا، خلينا احنا الاهلي في المركز الاول حصل مثلا، ازاي انا اكون تعبان طول الموسم وارجع ان انا العب مع المركز الثاني وممكن المركز الثاني حتى هيسمع بالسلب على المنتخب؟ اكيد طبعا، اكيد طبعا، لان انا لما العب مع المركز الثاني، خليني اقول لك بس حاجه يا كريم، ان الفرق اللي تحت او المركز الثاني الثالث الرابع هي الفرق دي مع احترامي طبعا ليهم، هم بيفضلوا يخبطوا مع بعض لحد ما بيوصل لحد فيهم المركز الثاني. فانا اجي اظلم المركز الاول اللي هو محقق الفوز في كل مبارياته عشان العب ثلاث مباريات اللي يكسب مباريتين يتوج بيه اللقب، والاهلي حامل اللقب، والاهلي على فكره بيلعب قدام اي منافس ويقدر ان هو يفوز على اي منافس. لكن ارجو من اتحاد الكره، اتحاد طبعا اليد، كره اليد، ان زي ما انت كنت ناجح وطلعنا ان احنا نشيد بيك وطلعنا ان احنا نقول ان انت اتحاد قوي، يبقى في انظمه مختلفه، ومش اتحاد اليد بس، اتحاد طبعا السله واتحاد كرة الطايرة، لازم يبقى فيه نظام من بداية الموسم ما يظلمش أي من الأندية. طب هو اتحاد اليد برر القرارات الجديدة دي أو النظام اللي هو عايز يحطه ده بإيه؟ يعني لا، أكيد هو كان ليه تفسير. هو فكرة إن أنت تعاقدت مع مدير فني لمنتخب مصر الأسباني جاي، عايز يحط قواعد، عايز يحط قوانين، عايز بس يحط بما تتماشى معانا هنا، المفروض إن هي بما تتماشى مع الأندية طبعا المصرية، لكن هو عايز يعمل اتساع منافسة، عايز طبعا يضاهي الانديه العالميه، عايز يشوف ان يبقى زي ما بيحصل في الانديه بره يحصل هنا. لكن اكيد ده هيظلم فرق كتير طبعاً، جدا، لان انت لما تكون طول الموسم بتتعب وطول الموسم بتلعب ان انت عايز تحقق الفوز في كل المباريات وتطلع المركز الاول عشان تكسب البطوله، في الاخر تلاقي نفسك ان انت في نهايه الموسم بتلعب. احنا كده قربنا لاتحاد الكوره. ما هو الفكره ان احنا اشدنا باتحاد اليد، لكن تقريبا في الحته دي هم يعني مش عارف، لكن هم الفتره اللي جايه رساله مني ليهم ان هم في الفتره اللي جايه يقدروا ان هم يحطوا انظمه مختلفه. لكن النادي الاهلي يقدر، النادي الاهلي مش فارق معاه ان هو يلعب ثلاث مباريات او يلعب طول الموسم، الحمد لله. هو اصلا النظام ده معمول بيه بره يا رشاد، يعني سواء في عالمنا العربي او بشكل عام، هو بره بيتعمل عشان يبقى فيه اتساع منافسه، يبقى فيه ان انت بتلعب مع فرق قويه. طبعا احنا الدوري بره بيبقى فرق كتيره جدا، فرق مختلفه، في احتكاك قوي. بس الدوري مع نهايته بيتحسر المفروض ان احنا الموسم اللي فات كان الاهلي لعب مرحله اولى ومرحله ثانيه، وصلنا طبعا مع الزمالك لعبنا مباراه فاصله، قدر النادي الاهلي طبعا زي ما انا اتكلمت عنه بجيله المحترم اللي معمول دلوقتي والدعم الكبير من مجلس اداره النادي الاهلي لكل الالعاب، قدر النادي الاهلي ان هو يحقق بطوله الدوري. لكن خلينا احنا النادي الاهلي ماشي بشكل كويس جدا، فايز في كل المباريات، عنده مباراه مع طلائع الجيش
بكره ان شاء الله، ومنها يوم الجمعه ان شاء الله مع نادي الزمالك. ان شاء الله نادي الاهلي هيفضل في الصداره، بعدها طبعا اكيد بنسبه كبيره هيلعب مع نادي الزمالك في البيست اف 3 ثلاث طبعا مباريات، اللي يفوز مباريتين ان شاء الله النادي الاهلي يحقق الفوز، لاننا كلنا ثقه في الجهاز الفني واللعيبه يقدروا يحققوا كل البطولات هذا الموسم باذن الله، وده الطبيعي بتاعنا يعني احنا متاكدين. طبعا لان هو النادي الاهلي ما بيقبلش غير بالمركز الاول. انا بطمن جمهور النادي الاهلي، ودايما لما بطلع معاكم هنا بقول ان النادي الاهلي عامل شغل محترم جدا، مجلس إدارة النادي الأهلي عامل دعم كبير جدا لكل الفرق، وما دعمش زي ما أنا قلت قبل كده، ما دعمش في بداية الموسم لأ، ودعم برضو في يناير. بيشوف يعني بيحصل طبعا اجتماعات متواصلة، بتشوف الأجهزة الفنية دي مثلا عندها مراكز محتاجة تدعيم، النادي الأهلي شغال على الملف ده كويس جدا، وإن شاء الله بإذن الله كل الفرق، على فكرة لما هنتكلم عليهم فرقة فرقة، كل الفرق ماشيين بشكل كويس جدا حتى الآن، محققين طبعا الفوز في كل مباريات. واحنا يعني لو اتكلمنا عن كرة اليد سيدات، احنا خلاص اتكلمنا عن كرة اليد رجال، هنتكلم على كرة اليد سيدات. كرة اليد سيدات طبعا عندهم اول مباراة في المرحلة الثانية، فريق كرة اليد سيدات بصراحة عامل شغل محترم بقيادة كابتن محمد عادل زولة. عندنا لعيبة، في صفقات قريبة، عندنا طبعا تدعيم كامل والله النادي الاهلي، وشغل طبعا محترم من الكابتن خالد العوضي مدير عام النشاط الرياضي. فرقه اليد سيدات عندهم طبعا اول مباراه في المرحله الثانيه يوم 20، يوم 14 هيكون ختام دوري المرتبط. النادي الاهلي خلاص متاهل، في طبعا المفروض ان بعد ختام يوم 14 بعد ختام دوري المرتبط هيتحدد طبعا مين الفرق اللي هتكون موجوده معاك، على طبعا في فرق طبعا بيصارعوا على المركز الثالث والرابع. انت دلوقتي معاك الاهلي والزمالك، في فرق طبعا زي سبورتنج والشمس وكمان الطيران وسموحه، دول بيصارعوا دلوقتي ان هم يصعدوا معاك، يبقى ثالث ورابع مع الاهلي والزمالك. يبدا يتحدد مين اللي هيلعب مع فريق كره اليد سيدات يوم 20 ان شاء الله باذن الله، لكن برضو ماشيين بشكل كويس جدا، محققين كل النجاحات. عندهم طبعا اكيد الفتره اللي جايه برضو بطوله افريقيا، لكن بنسبه كبيره ان شاء الله باذن الله النادي الاهلي في كل العابه يتوج بكل البطولات هذا الموسم. هايل جدا، نتمنى ذلك. طيب انا عايز اسالك سؤال، واللي انا طرحته عليك قبل كده وانت قلت لي ربما ده هيكون موجود في المستقبل، قلت لك هل هيتم الاعتماد في فتره ما او في يوم ما على عناصر نسائيه في التدريب؟ اكيد طبعا موجود في النادي الاهلي، هو النادي الاهلي في كل اجهزته موجود ولاده، بنشوف حتى مش في الاجهزه بس ان هم يبقى فيه مدربين، لكن في قطاعات برضو الاداريه موجود. الكابتن نهله سامح، نهله سامح طبعا اسطوره الكره الطائره بعد ما اعتزلت، وكره القدم النسائيه عندنا كابتن وعندنا اميره، وعندنا طبعا كابتن اميره. لكن خليني لو احنا بنتكلم عن الالعاب الجماعيه، لا موجود الاعتماد على طبعا العنصر النسائي، موجود بمدربين بيدربوا في كل الفرق، كمان موجود في القطاع كمدير الإداري فني ولا كمدرب؟ كمدرب وموجود في القطاعات الاداريه، يعني نهله سامح مدير اداري قطاع طبعا الناشئين والناشئات للكره الطائره، بس ممكن مدير فني في يوم من في يوم برضه. اكيد طبعا، ما احنا النادي الاهلي دايما بيعتمد على اولاده، موجود مدير فني من ولاد النادي الاهلي، موجود مدرب من ولاد النادي الاهلي. اكيد الفتره اللي جايه هنشوف عنصر، ما هو في الكره النسائيه موجود كابتن اميره مدير فني ليه طبعا فريق النادي الاهلي، فالعنصر النسائي مهم جدا، هيتم الاعتماد عليه اكيد، واكيد ان شاء الله نشوف مع المنتخبات الوطنيه موجود عنصر نسائي موجود منهم بالفعل محقق نجاحات واصله لفين يعني بالنسبه للمديرات الفنيات انجاز التعبير. المدير الفني هو يعني سر نجاحه ان هو لما كان لاعب هو ما بيقبلش غير بالبطولات، ما بيقبلش غير على الفوز، فلما تيجي تحطه في مكان زي مدير فني او مدرب هو بيبص على ان هو يحقق نجاح، زي ما هو كان لاعب عايز يحقق نجاح زي ان هو مدرب، لان انت في كل الالعاب سواء الالعاب الجماعيه او الالعاب الفرديه انت عندك موجود اللعيبه صعدوا او بعد ما اعتزلوا بقوا مدربين وماسكين قطاعات في الالعاب الجماعيه. بشكل عام بس انا بسالك على العنصر النسائي تحديدا والنجاحات النسائيه في محققين يعني مجال التدريب. طبعا محققين بنسبه كبيره جدا نجاحات، لان انت برضو في الاول لسه في البدايه، او هو لسه بيخوض التجربه ان هو كمدرب لسه في الاول، فهو بنسبه كبيره حتى هذه اللحظه
اللي موجودين في النادي الاهلي محققين نجاحات مع النادي الاهلي، لكن نتمنى منهم ان هم يحققوا المزيد في الفتره اللي جايه. حلو جدا. طيب تعالى بقى نتكلم عن كره السله. طبعا. طيب خلينا نبدا برجال ولا سيدات؟ نبدا بالرجال ونبدا وبعد كده السيدات. كره السله رجال طبعا، لو قعدنا نتكلم عن اجوستي ومباراته الاخيره مع نادي الاتحاد السكندري اللي قدر طبعا اجوستي ان هو يحقق فوز بيه طبعا لاعبته على نادي الاتحاد السكندري. وانا لما اتفرجت على المباراه دي النادي الاهلي كان متاخر في البدايه، وبعد كده النادي الاهلي قدر او اجوستي قدر ان هو يقدم مباراه كبيره سواء دفاعيا او هجوميا. دايما الاتحاد السكندري بيحجر جامد مع الاهلي في اي دقائق. اكيد. عايز اقول لك ان فرقه الاتحاد السكندري هذا الموسم فرقه كبيره، فرقه بتضم لعيبه مميزه جدا. ان انت كان انا بالنسبه لي دايما كده يا رشاد الامانه يعني. بصراحه انا كان بالنسبه لي الرهان او الاختبار الحقيقي على لفرقه كره السله رجال في النادي الاهلي، مع احترامي طبعا لكل الفرق، هو كان ماتش الاتحاد. النادي الاهلي قدر ان هو يحقق الفوز على نادي الاتحاد السكندري. النادي الاهلي لعب طبعا 6 مباريات، حقق الفوز في كل المباريات. عنده مباراه مؤجله طبعا تم تاجيلها امام نادي الجزيره بسبب طبعا الله يرحمه ويجعل مثواه الجنه معالي الوزير العمري فاروق، لكن ماشيين بشكل كويس جدا مع الاسباني اجوستي. تم الدوري طبعا متوقف بسبب انضمام طبعا اللعيبه لمنتخب مصر. عندنا 5 لعيبه من النادي الاهلي، ودايما بقول ان القوام الرئيسي لكل المنتخبات من النادي الاهلي. منتخب مصر عنده بطوله قطر الدوليه استعدادا لطبعا مباريات المجموعه الرابعه من تصفيات بطوله افريقيا. الـ5 لعيبه اللي من النادي الاهلي عندنا طبعا عمر طارق، عمرو الجندي، إيهاب أمين، مروان سرحان، كريم حاتم. بعدها طبعا هيتم استئناف دوري السوبر. ماشيين بشكل كويس جدا في دوري السوبر. النادي الأهلي عينه الموسم ده على كل البطولات. هيبتدي طبعا استئناف بطولة الدوري السوبر من يوم 1/3، لكن هم دلوقتي موجودين مع لعيبة النادي الأهلي، موجودين مع منتخب مصر لخوض طبعا البطولتين المهمتين دول، اللي منها إن شاء الله بإذن الله يرجعوا اللعيبه يكونوا طبعا بالنسبه لهم مباريات قويه واحتقاق قوي، نقدر ان شاء الله باذن الله ان احنا نلعب مباريات طبعا الاقصائيه او الدور الثاني من دوري السوبر. ان شاء الله باذن الله النادي الاهلي يحقق دوري السوبر هذا الموسم زي الموسم اللي فات. الرجال نسائيا ده على صعيد الرجال. وهو برضو يعني احنا دايما لما بنتكلم عن النادي الاهلي، هو النادي الاهلي دايما فايز في كل مباريات. النادي الاهلي دايما محقق الفوز في كل الالعاب، مش بتبقى في لعبه معينه فتلاقيه واقع مثلا لا قدر الله في لعبه ثانيه، لا هو محقق الفوز، ماشي بشكل كويس جدا، باصص دايما على المركز الاول، باصص دايما على الفوز. في كره السله سيدات برضو ناجحين بشكل كبير حتى الان في دوري السوبر. عندهم مباراه مهمه امام نادي سموحه بكره، محققين الفوز في كل مباراه في صداره طبعا الدوري حتى الان. لكن برضو زي ما احنا قلنا عن كرة السلة رجال ان الاختبار الحقيقي للنادي الاهلي امام الاتحاد السكندري، انت هتلعب بكرة سموحة 3 ان شاء الله، عندك يوم السبت مع سبورتنج. سبورتنج فريق محترم، فريق كبير، فريق بيضم لاعبات من اللاعبات المميزات، طبعا لسه واخدين بطولة افريقيا. فان شاء الله باذن الله نادي الاهلي يبقى الاختبار الحقيقي لسيدات السله، واحنا كلنا ثقه معاهم مدير فني محترم بقياده الكابتن طارق خيري. ان شاء الله باذن الله يحققوا الفوز، وان شاء الله يتوجوا بكل البطولات هذا الموسم برضو، لان جماهير النادي الاهلي ما بتقبلش في النادي الاهلي غير بالبطولات وبالفوز في كل المباريات. طيب الطايره والخبره بقى الجديده الاجنبيه او تحت قياده هذه الخبره الاجنبيه وفتره الاستعداد اللي بتكون مهمه جدا، خلينا نبدا برضو بطايره رجال. خلينا نتكلم عن الطايره رجال وبعدها الطايره سيدات. طايره رجال تم تدعيم الفريق بصفقات طبعا جديده، بعناصر طبعا خبره من الشباب اللي دايما براهن عليهم، ودايما بقول ان النادي الاهلي بيشتغل على حته الشباب اكتر، ان هو يشتغل على المستقبل، ان المستقبل ده يكون داعم لكل الفرق خلال طبعا
السنين اللي جايه ان شاء الله باذن الله. ما بنشوفش ده في الالعاب الجماعيه بس، لا بنشوف ده كمان في كره القدم. تم تدعيم فريق الكره الطايره رجال سواء بلعيبه او بعناصر شباب، وكمان تم تدعيم بجهاز فني محترم بقياده الاسباني مونزو اللي عامل شغل هايل مع فريق كره طايره رجال. لكن لسه برضو احنا لسه ما عديناش بالصعب، احنا عندنا الفتره اللي جايه طبعا كل الادوار الاقصائيه وكل طبعا المنافسات القويه تكون الفتره اللي جايه. عاملين شغل محترم، محققين الفوز في المرحله الاولى برضو والمرحله الثانيه. النادي الاهلي متصدر مجموعته برصيد 30 نقطه، عندهم طبعا يوم ثلاث بكره والاربع تحديد المستوى مع نادي الشرقيه للدخان. كده كده الثمان فرق معروفين، الثمان فرق يعني المرحله دي هي ملهاش اي تاثير على الفرق، لان كده كده دي تحديد مستوى، وكده كده الفرق هتلاعب بعض، منها طبعا ان شاء الله يتحدد اللي هيتاهل. يعني ايه تحديد مستوى يا رشاد؟ تحديد مستوى ده اللي هو تصنيف الاول والثاني. يعني هو انا مثلا بلعب ثلاث مباريات مع الشرقيه للدخان، اكسب مباريتين يبقى خلاص انا دخلت في التصنيف الاول. فهي انظمه زي ما انا اتكلمت عن اتحاد طبعا اليد ونظام الدوري، هو نظام الدوري هذا الموسم بالطريقه دي. انت السنه اللي فاتت طبعا كان هو في العاب الصالات نظام الدوري بيختلف كتير عن كره القدم. يعني كره القدم لما بنتكلم على دوري فهو دوري ليه اول وليه اخر، ليه اول وليه اخر. لا كل سنه خلاص بيتحدد بطل الدوري، كل سنه الاتحادات دايما كل سنه بنظام جديد. او لو مثلا انا جه مدير فني هو ده صح اصلا ان كل سنه نظام جديد؟ ما انا ما اعرفش. هو الفكره ان انت لما تستقر على نظام افضل ماشي بيه على طول. بس هي الفكره سكريم في ان انت بيجي مدير فني مثلا، هو المدير الفني شايف ان هو عايز يطور، عايز يعمل، عايز يحط لمساته، فيبدا ان هو ايه يحط نظام مختلف مثلا فالاتحاد يمشي بيه. لكن نظام مختلف لفرقته المفروض ان هو لفرقته، بس هو بقى النظام العام. ما احنا إيه؟ احنا بن ما في حاجه غلط ولا انا اللي مش فاهم؟ في حاجه غلط في حلقه مفقوده في الحكايه. انت تمام، بس هو هو يجي يقعد ويقول قوله فيغيروا نظام الاتحاد. هو مثلا البستور احنا المدير الفني هو الراجل جه حط نظام مشيوا عليه او وافقوا عليه خلاص. هو ممكن الاتحاد يوافق على النظام او ما يوافقش عليه، فهو بيشوف ان هو وجهه نظره او الاتحاد بيشوف وجهه نظر ان المدير الفني تحترم فبيمشي الموضوع. لكن هو ما بيبصش لحته ان هو بقى النادي او الانديه دي ان هي ممكن تتظلم. ما هو انت ممكن تظلم نادي هو بيتعب طول الموسم في قرار زي ده او في نظام زي ده. هو ملوش انه يظلمه ولا ينصفه، في اتحاد حاطط نظام الكل لا ما هو بيغير بقى. هو يبدا يغير كل سنه، السنه اللي فاتت نبقى بنظام، السنه دي نبقى بنظام تاني مختلف، السنه اللي بعدها يبقى بنظام تاني مختلف. لكن برضو النادي الاهلي موجود، النادي الاهلي بيلعب في اي نظام، النادي الاهلي بيحقق الفوز على كل الفرق الحمد لله. النادي الاهلي الموسم ده نمسك الخشب محقق الفوز على كل الفرق الحمد لله، سواء الفرق الصعبه او الفرق اللي طبعا بتبقى مع احترامي ليها ما يبقاش القوه المطلوبه منها. فكرة الطايرة رجال إن شاء الله برضو عندهم كاس السوبر بعد طبعا مرحلة الدوري، عندهم كاس السوبر يوم 25 ويوم 27. بالنسبة طبعا للطايرة سيدات، الطايرة سيدات برضو محققين فوز في كل مباراة حتى هذه اللحظة، عندهم برضو دور الثمانية مع نادي الزهور اللي هيكون يوم الجمعة والسبت اللي جايين إن شاء الله. عندهم برضو كاس السوبر يوم 29 ويوم 1/3. ف زي ما قلت ان الفتره اللي جايه اختبار بقى الفرق الحقيقيه. انت عندك بقى منافسات قويه جدا، عندك ادوار نهائيه ان شاء الله باذن الله. احنا برضو تم تدعيم الفريق الاول للكره الطائره سيدات بصفقات في بدايه الموسم وفي شهر يناير، عندك لعيبه مميزه دلوقتي يقدروا ان هم ان شاء الله يحققوا كل البطولات. تم تدعيم الفرقه بجهاز فني محترم بقياده الكابتن ابراهيم فخر الدين، ان شاء الله باذن الله يحققوا الفوز ويتوجوا بالبطولات هذا الموسم، لان كلنا ثقه في الاجهزه الفنيه واللعيبه ان شاء الله يعملوا شغل محترم هذا الموسم. طيب خلينا نتكلم عن سيدات وهنختم بقى بالسيدات عشان الوقت بيجري يا رشاد اتفضل. السيدات انا برضو زي ما قلت ان هم ان شاء الله باذن الله الطايره سيدات يقدروا يحققوا طبعا الفوز في كل المباريات، لان احنا عندنا في الكره الطائره لعيبه على اعلى مستوى. لعيبه انا لما دايما حتى لما باجي اتكلم مع اللعيبه في النادي الاهلي هم ما بيبصوش غير على الفوز، ما بيلعبش غير على المركز الاول. لما عايز اقول لك على حاجه كريم ونهوان،
كنت بتكلم مع احد اللعيبه، احنا النادي الاهلي حقق الفوز، بس حقق الفوز بنتيجه 3-1 وخسر شوط وهم حقق الفوز، زعلانين جدا يعني، زعلانين ان هم محققين الفوز لكن زعلانين على خساره الشوط. يعني هو النادي الاهلي خلاص، هو في فرق تانية لو كسبت 3-2 بتفرح، فانت النادي الاهلي محقق الفوز 3-1، هو زعلان على الخساره على الشوط اللي هو خسرانه. فهو ده الروح اللي موجوده داخل النادي الاهلي، الروح اللي موجوده مع الفرق مع الاجهزه الفنيه، هي روح النادي الاهلي، ان النادي الاهلي دايما سباق، النادي الاهلي دايما ما بيلعبش غير على المركز الاول، النادي الاهلي دايما ما بيلعبش غير على الفوز. لكن برضو في النهايه قبل ما اختم، عايز اشكر مجلس اداره النادي الاهلي اللي موفر كل حاجه للاجهزه الفنيه، وموفر كل حاجه للعيبه، ودعم كبير جدا للصفقات لكل الالعاب، ممثل طبعا في كابتن خالد العوضي مدير عام النشاط الرياضي اللي عامل شغل محترم بصراحه، بنشكره عليه، وان شاء الله يكون موسم استثنائي للنادي الاهلي يتوج بكل البطولات باذن الله. كالعاده يعني، خلينا نقول يا رشاد اشكرك جدا جدا على التالق حقيقي يعني اللي عندك، اشكرك على وجودك كمان معانا، وده بيتاكد كده انت يعني زميل معانا في القناه، اشكرك جدا على التغطيه. وزي ما اتكلمنا في الملف طبعا الخاص باتحاد اليد، نتمنى يكون في سرعه في الردود، حتى لو في قرارات بيتم اتخاذها يكون في توضيح اكتر من خلال تصريحات عشان نفهم احنا بس رايحين على فين، دي مهمه جدا. شكرا ليك، بشكرك انا هوند، وبشكرك يا استاذ كريم، وببقى سعيد والله ان انا موجود معاكم في 10 الصبح في الاهلي. ربنا يخليك. خلونا نطلع فاصل ونرجع نكمل الكلام كل حضراتكم مره ثانيه. عندنا في الفقره دي كلام كتير عايزين نتكلم فيه، يخص الكوره طبعا محليا وقاريا، يخص النادي الاهلي والمنتخب، يخص افريقيا والنهائي بين نيجيريا وكوت ديفوار، وكمان يخص كاس الامم الاسيويه والنهائي العربي طبعا اللي كلنا تابعناه بين قطر والاردن، ملفات كتير هنفتحها مع ضيفنا اللي منورنا الاستاذ كريم فضل الناقد الرياضي. صباح الفل عليك يا كريم. صباح الفل يا استاذ كريم. صباح النشاط. النشاط والاجنده الدوليه الثقيله. عندنا كلام كتير النهارده. طيب انا هبدا معاك طبعا انا وكريم بالحديث عن كوت ديفوار، وكنا بنتكلم في الانترو اصلا بنقول يعني فعلا هي بطوله ما فيهاش حسابات، وبطوله تقريبا كل نتائجها غير متوقعه واحداثها. محدش كان ابدا يقول ان نيجيريا هتخسر امام كوت ديفوار او كوت ديفوار تفوز على حساب نيجيريا، مش بس فكره اللي هي الاكبر عددا في الحصول على البطولات، دلوقتي هم متساويين 3-3، بس كمان لان كوت ديفوار عندها كان تذبذب اداري، كانت برضو منتظره تقدم المغرب او فوز المغرب، يعني كان ليها حسابات، ولكن المساعد بتاع المدرب هو اللي كمل معاهم. الناس كلها تقول لك لا، اللي بيحصل في كوت ديفوار مش مؤشر، لكن شوف بقى اللي حصل. يعني بتفسر اولا ده بايه، بعد كده شفت المباراه ازاي؟ بصي، اذا هبت ريحك فاغتنمها، هي خلاص هي جات لهم الفرصه على طبق من ذهب واغتنموها بشكل مثالي. فكره ان ميرسي فايه هو اللي يتولى المسؤوليه دي كانت حاجه في صالح منتخب كوت ديفوار مش ضده، بالرغم ان طبعا يعني بعد اقاله جاسكيم على الهزيمه الثقيله بالرباعيه يعني امام منتخب غينيا الاستوائيه والهزيمه من قبلها من نيجيريا، يعني هزيمتين ورا بعض، تلقي 5 أهداف بدون تسجيل على ارضك، الجمهور ساير، فرانكي سي نفسه اللي هو يعتبر من واحد من نجوم البطوله تحدد بالازايز وتشتم وتهاجم، ثوره عارمه داخل ابيجان وفي كل المدن الايفواريه، مره واحده كوت ديفوار بتصعد احسن توالد، ولا وبتلعب مين؟ السنغال اللي هي المرشح الاول لللقب مع المغرب في الوقت ده. وبعد كده بقى حصل اللي كان المفروض يحصل، يعني كان في لاعبين تم استبعادهم، لاعبين مهمين ظهر مستواهم مع منتخب كوت ديفوار مع توالي المباريات. ميرسي فايه ده واحد من يعني بجمله بقى الايه الدروس المستفاده، يعني طبعا انك على السوشيال ميديا قعدوا يكتبوا مفيش اخطر من رجل عادة من الموت والكلام الجميل ده، ودي حقيقه. يعني ميرسي فايه ده لاعب كان واحد من نجوم منتخب كوت ديفوار اللي لعبوا نهائي امم افريقيا 2006 قصاد منتخب مصر، كان بيلبس رقم 7، اعتزل وعنده 22 سنه بسبب الاصابه، يعني تم اجباره على الاعتزال بسبب الاصابات. بعد الاصابه دي خلال ال 12 سنه هو حاليا 40 سنه، يعني يعتبر اصغر مدير فني حقق البطوله وضرب رقم كلود روا. خلال ال 12 سنه دي اشتغل على نفسه بقى، اخذ دورات وكورسات،
واخد الرخصه الدوليه من الاتحاد الدولي واشتغل عليها، اشتغل في فرنسا، اشتغل في فرق الشباب هناك، وبعد كده تولى مسؤوليه فريق الاولمبي او المنتخب الاولمبي، بعد كده تم تصعيده للمنتخب الاول، اخذها مرحله مرحله. ما كانش عنده حد يساعده، ما اعتمدش ان هو كان زميل ديدي دروجبا مثلا وكل لبيب بالاشاره يفهم. طب وبالتالي بحب انا الرسائل مش سهله ابدا. لا هي بين السطور، ما هي ماشيه كده. أيوة. يعني هي بتمشي كده. انت تستحق، لو حضرتك ما تستحقش المكانه اللي انت قاعد فيها، عمرك غيرك هيجي مكانك بالظبط، وعمرك ما هتقنعني. طب انت حصل دلوقتي احنا بنتكلم بجمله بقى الدروس المستفاده، ودي نقطه تستحق التوقف امامها الحقيقه. اللي حصل مع المدير الفني الكوت ديفوار نتيجه هزيمتين متتاليتين لم يرضى عنهم الجمهور الايفواري ولا الاتحاد، واقالوا على طول قرار الاتحاد في ساعتها وفي وسط البطوله. شكرا. احنا مرت علينا لحظات مشابهه قبل كده كتير. مش بتكلم على النسخه دي على فكره، انا بتكلم بشكل عام مرت علينا اللحظات دي. بس دايما بيتقال عندنا ايه؟ طب نكمل، طب نتقل عليه، عارف الحاجات دي ليه بره مش موجود عندهم بالقطعة. لا بس على فكره ده هو ده الصح اللي بيحصل عالميا، ان هو كوت ديفوار برضو كانت متسرعه، ناس كتير انتقدت قراراتها. هي مش تسرع، هو يعني خلاص يعني كان يعني خلاص هو لا هي بجمله الموضوع يعني. انهي الاصح؟ الاصح هي زي ما عملت كوت ديفوار، ولا زي ما احنا عاده بنعمل بنتقل وقت لما نتشارك؟ لا هي في مؤشرات يعني. انا اوكي، انا احنا العام الماضي اتقلنا يا كريم، ده احنا ثلاثه، انت عايز تغير ايه اكتر من يعني كده؟ لا انا معاكي ان انا ممكن، بس اديني مؤشرات وهم احنا. لا بس بيتقال عندنا حته دي، اديني مؤشرات، اديني حاجه تخليني اقف قدام الجمهور اقول انا كاتحاد كوره او عضو اتحاد كوره ادافع عنك. انما انت مثلا تخسران اربعه وخسران من نيجيريا بهدف، والمباراتين على ارضك، البطوله كلها على ارضك، طبعا انت ما قدرتش تكسب ألمانيا بسبب اضعف منتخبات المجموعه، تلقيت خمس اهداف ما حصلتش في تاريخ البطوله كلها ان المنظم يخسر بالنتائج دي. فطبيعي جدا ان انا ما اقدرش كاتحاد ايفواري يعني ان انا ما اقدرش ادافع عنك واقول لا كمل، لا امشي. بعدين في حاجه مهمه، هو الريسك كان من ايه؟ اصل عقده فاضل له قد ايه؟ اصل خايفين من الشرط الجزائي. لا وما عندهمش 15 يوم مده سماح يعني. لا هي الفكره كلها، ممكن اسال سؤال صغير قبل ما ننتقل لنقطه ثانيه، كان عندهم شرط جزائي قد ايه؟ ما عندهمش. لا معقوله؟ لا ما عندهمش. هو في حد عقود بتتكتب كما ينبغي يا استاذ؟ يا استاذه بصي، انا دلوقتي هجيب صدق زعلت. الله طبعا انا هجيب سين مدير فني في بطوله كبيره، وانا واحد من المنتخبات الكبرى المرشحه يعني مصر، نيجيريا، السنغال، الجزائر، المغرب، كوت ديفوار، كاميرون، دي منتخبات بتخش اي كاس امم مرشحين، صح طبعًا ولا لا؟ طبعًا. مهما كان مستواهم. فطبيعي جدا ان انت في حاله عدم التاهل لكاس العالم، في حاله خساره كاس الامم الافريقيه، بتتم اقالتك بدون شرط جزائي. انت اللي تدفع لي المفروض والله. ده وضع طبيعي جدا، وضع طبيعي. هو دونجا لما بيخسر مع البرازيل كاس العالم وبيتم اقالته بيقول لهم ادوني شرط جزائي، ده انت يعني البرازيل. عندنا ازمه في كتابه اصلا العقود طبعًا. ودي مش اول مره، دي متكرره يعني. الإجابة يعني طبعا ده في مش غلطة، ده في عوار صريح في بالظبط، في أخطاء كارثية، ده يكاد يكون عاد إذعان أصلا يا أستاذ. آلية الاختيار نفسها يعني، أنت لما بتيجي تختار إيه هي الأسس اللي أنت بتختار بناء عليها مدير فني للمنتخب الأول؟ طيب المنتخبات الناشئين والشباب بتبقى معروفة شوية، اللي هو مرحلة عمرية، تأهيل، تأسيس، الراجل يكون اشتغل قريب منهم في السن، اشتغل في حاجات زي كده، اكاديمي اكتر، تمام. لا منتخب اول، لا عنده خبرات في بطولات قاريه، عنده سي في محترم اكتسبه من خلال ممارسات كتير جدا. ما هو قال لك ده على قد ايدينا، ما هي القصه كلها دلوقتي، هو 200,000 دولار على قد ايدينا. ما هو قال لك احنا على قد ايدينا، لو عايز حاجه احسن. يا اخي ايه اللي يضايقك في حاجه زي كده؟ ما انت كاتب على نفسك شرط جزائي قد ايه؟ طب يدوني 10,000 دولار وانا هخسر الماتشات دي برضه، هتعادل وهمشي بنفسي. بتتكلم على 200,000 يورو تقريبا. 200,000 يورو يعني 200,000 يورو كمان مش دولار، دي يعني لا رقم كبير على فكره. لو انت بصيتي كل المنتخبات الافريقيه ما عدا الجزائر بتاخد اقل من الرقم ده كلها، بما فيها حتى بيسيرو، بما فيها هوجو بروس اللي حقق البطوله من قبل مع منتخب جنوب افريقيا وقدم اداء هايل. انت شفتي منتخبات كاب فيردي، منتخب
انجولا يعني موريتانيا عملوا تقريب كفانا تقريب في المواجع. تعالوا خلينا تنبنا كفايه لا خلينا في البطوله دي اسيا ونهائي عربي. وشفنا تالق للمنتخبات العربيه في كاس الامم الاسيويه اكبر بكتير الحقيقه من اللي شفناه من منتخباتنا العربيه في كاس الامم الافريقيه. برضه نفس الفكره على فكره يعني حلوه نفس الفكره على فكره. انت بتقول شعر انت بتقول شعر يا استاذ الحسين عمر. طبعا المنتخبات العربيه قدمت بطوله هائله جدا وبنبارك لمنتخب قطر على التتويج للبطوله المره الثانيه. بنبارك منتخب الاردن على الاداء والوصول للفاينل لاول مره في تاريخه طبعاً. وتقديم نسخه اسطوريه من كل الاوجه. بس هي نفس الفكره يا استاذ كريم نفس الفكره. ليه بقى؟ المدير الفني حسين عمتة بيخسر بالسته من اليابان، بيخسر في السعوديه في تصفيات كاس العالم، ست مباريات وديه ما بيكسبش خالص خالص في تصفيات كاس العالم، بيخسر من السعوديه في الاردن وبيتعادل مع منتخب طاجكستان. طب بالتالي الاتحاد الاردني يعمل ايه لو احنا مكانه؟ يمشي. يمشي. بس هم مخليه هو ده. ادتني بشاير، ادتني ايحاء ان انا لا لازم ابقى سبورت ليك، لازم ادعمك. بشاير ايه وانت لسه بتقول ان هو خسران ست ماتشات ورا في اداء بيحصل وفي وصلوا للنهائي اهو في النسخه دي وتشيز. هيعمل ايه؟ انا بتكلم على ما تاريخه؟ قبل مرحله تاريخه ما قبل بقى. هو في البطوله دي تقلوا عليه يعني زي ما احنا بنعمل بالظبط. بس ايه؟ بشرط ان في حاله خروجك من الدور الاولاني هتتم اقالتك. هي دي بقى النقطه. الفيصل كمل وعمل مباريات قويه جدا وعمل حاجة مهمة قوي. حسين عمتة خلال مرحلته التدريبية كلها من بدايته بيلعب 4 2 3 1 وبيغيرها احيانا 4 3 3. طيب هو عنده أزمة كبيرة جدا في قلب الدفاع والباك رايت بالتحديد برغم من تألق حسين الحداد يعني. عمل ايه؟ غير طريقة اللعب بقت 3 5 2 وادى حرية حركة كبيرة جدا 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 او خلاها يعني ايه؟ 3 4 1 2 لان ادى موسى التعمري حريه كبيره انه يتحرك شمال ويمين وفي القلب ويعمل كل اللي هو عايزه لان موسى امكانياته المهاريه بتظهر من كده. ما تقيدوش بمركز بلس ان هو اكتف جدا على الجون يعني لاعب بيستلم الكوره بيروح على الجون مباشره وعنده من المهاره اللي تخليه يقدر يعدي من واحد واثنين. طيب عنده اثنين روس حربه مميزين يزن نعمات واحد من اكتشافات البطوله طبعاً يعني كل الجمهور بيتمنى ان هو يكون لاعب وهيبقى حر على فكره خلال الفتره المقبله وعلي علوان مع اصحاب الخبرات بقى يعني اصحاب الخبرات زي عبد الله نصيب واحسان الحداد ويزن العرب. طبعا يزن ده قدم بطوله هايله جدا للمدافع ومحترف في العراق بالتحديد. تغيير طريقه اللعب اصبح منتخب الاردن اكثر صلابه دفاعيه. هو منتخب قوي هجوميا بس كان عنده مشكله دفاعيه فدي اللي كانت بتخليه ما بيقدرش يحقق الانتصارات. لما عمل المعادله السهله ان هو دفاع قوي وهجوم قوي حصل ايه؟ بقى يكسب. لا ومش بيكسب بس ده بيقدم مستويات وصلته للفاينل فاينل وكان اقرب للفوز يعني لولا تالق برشم مع يعني انا عندي تحفظ بس على احتساب ركله او اثنين من ركلات الجزاء مش هقول ثلاثة صح هو احتسب ثلاثة ده غريبه جدا يعني, يعني اول مره من ثلاث ضربات جزاء اكرم عفيف وسجلهم واكرم مش المتخصص يعني الغريبه ان اكرم مش متخصص تنفيذ ركلات الجزاء ولكن لان الجهاز الفني المنتخب قطر كان عايز يكافئه. انت قدم بطوله عظيمه. اكرم عفيف لاعب موهوب جدا الهداف وعمل ارقام خزعبليه يعني من حيث التسجيل والصناعه خلال البطولتين ما حدش حققهم على مدار على مدار البطوله يعني. بالتالي منتخب الاردن عمل بطوله قويه جدا هتساعده في تصفيات كاس العالم يعني انا قلت لحضرتك ان هو خسران ماتش ومتعادل ماتش في نفس الوقت منتخب العراق يعني منتخب الاردن اطاح بيه. منتخب العراق قوي جدا منتخب العراق من المنتخبات الواعده جدا وانا بقول من خلال منبر حضراتكم ان العراق هتكون موجوده في كاس العالم المقبل وهتعيد امجاد العراق بتاعه التمنى. والله احنا نتمنى ذلك دي حاجه تسعدنا. منتخب مرعب. انا يعني مسؤول عن كلامي. منتخب العراق اللي قادم منتخب قوي جدا عملوا حاجه حلوه بالمناسبه يعني الاتحاد الاردني والاتحاد العراقي خلوا المسابقات المحليه قويه جدا يعني معروف في الاردن الفيصلي والوحدات دول القطبين هناك. لا دخل دلوقتي فرق زي الحسين اربد زي شباب الاهلي حتى تلاقي يعني لعيب المنتخب من اللعيبه دي من اللعيبه دي ومن والرمثة واحد من الفرق اللي بتقدم مستويات قويه جدا في الاردن. نفس الوضع مع الكره العراقيه يعني الزوراء مع كابتن حسام بدري عامل اداء كويس جدا. القوة الجويه الشرطه طبعا اللي هو الزعيم الكره العراقيه حاليا الكره قربلاء كل الفرق دي
عندها لعيبه، عندها لعيبه كويسه، بلس بقى حاجه مهمه، الابناء العراق المولودين في الخارج. اوكي. احنا ما بن يعني استدعوهم بقى المحترفين منهم. استدعوهم واتصالات والاتحاد بيسافر. والله برافو، انا مبسوطه جدا ان هم بيعملوا كده. اقول لحضرتك على حاجه، خلي بالك انا اسف يا كريم، بس بيعملوا كده امتى بقى كمان؟ في الوقت اللي الدوله ككل الدنيا فيها مش مستقره اصلا خالص. بس هم مركزين وشايفين شغلهم بيعملوا ايه. خلي بال حضرتك، الكونغو بدات تستعيد جزء كبير جدا من قوتها وظهرت في البطوله الحاليه. ليه؟ عندها عدد من اللاعبين كتير جدا، بالتحديد في بلجيكا. بلجيكا وفرنسا، بس الاكتر في بلجيكا. انت مش هتلعب في منتخب بلجيكا الاول، تعال العب معايا. ايه المشكله انك تروح تتابع اللعيبه دي؟ هم ما بيلعبوش ليه مع المنتخب الاول؟ مش هم متجنسين المفروض؟ لا مش متجنسين، هو يحمل الجنسيتين. اوكي. واللوائح بتاعه الاتحاد الدولي، حتى لو لعبت مباراه، يعني تواجدت في الفيفا ديت في مباراه وما لعبتش، يعني لو انت في السبورت حسبت على المنتخب ده، لا ممكن تروح تلعب منتخب تاني دلوقتي. بقى في يعني في ليونة مرونة بالظبط. اكتر من لاعب، من لاعب زي الجزائر ما عملت وقدرت انها تستفيق وتعيد مجد جزائر التسعينات، زي ما المغرب بتعمل دلوقتي. المغرب في اكم من لاعب مولود اصلا اوريدي في فرنسا ومولود في اسبانيا. ده لسه، ده هم بيشوفوا كمان الاجيال اللي صاعده اللي عندهم 17 و18 سنه مستمرين. مش مجرد ان احنا خسرنا او ان انا عندي خلاص، انا مثلا عندي يوسف النصيري او سليم املاح او اقرب مش عارف حكيمي، لا انا عايز اعمل جيل واثنين وثلاثه. ونقطه برضو مهمه، ويا ريت يا ريت يعني رساله للكابتن علاء نبيل، منتخب المحليين، المغرب مع حسين عموتة هي اللي عملت الجيل ده، جزائر ايضا مع مجيد بقرة عملت جيل قوي للجزائر من اللعيبة المحلية. أنا كنت لسه بتابع مباراة في الدوري الجزائري وكتبت حتى عنها، ياسين تطراوي. ياسين تطراوي ده لاعب اتحاد برادور أو أتلتيك برادور، يعني زي ما بيقال عليه في الجزائر، ده هيبقى أحسن لعيب في أفريقيا كلها. والله عنده كام سنة أصلا؟ مواليد 2004. أوكي. طب أنا عايز أسألك على حسين عموتة، هو تتوقع هيكمل مع الأردن ولا دلوقتي مش هيكمل؟ أنا لو هتسألني من وجهة نظري متواضعة جدا بخبراتنا يعني اللي احنا بنسمعها، لا أعتقد هو لازم يكمل. هو طبعا هياخد دعم كبير جدا جدا جدا، وهو خلاص بقى يعني فتى الشاشة الأول في الكرة الأردنية، يعني مش اللاعبين بس فقط. وفكرة إن أنت مدير فني تخليه عنده استقرار شوية، ده بيفرق بشكل كبير، خصوصا إن هو نتائجه ابتدت تتطور زي وقت كيراش بالمناسبة. ناس كتير قالت لك كان المفروض يكمل لأن هو ابتدى، وأولا وصلك للنهائي، بلس إن هو اللعيبة ابتدت تتأقلم على الأسلوب بتاعه، وهو كل ما بيقعد أكتر مع المنتخب ممكن العطاء يبقى أفضل يعني، أو النتائج تبقى أفضل. تسمح لي أحييها على السؤال ده؟ طيب ده كتير، ده كتير. شفت انت بقى خلال البطوله الحاليه قالوا عن اللعيب المنتخب المصري انها بتلعب بالروح، صح؟ والله يعني والروح كانت غايبه الى حد كبير برضه، بس ظهرت في 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 لقطات كتير طاغية جدا، كانت طاغيه عن الفنيات بالظبط. ما كانش في فنيات، مش طاغيه، ما كانش في فنيات نهائي. واللعيبه كانت بتلعب بالروح وباسمائها. انا مش قاسي والله، انا بتكلم بحقيقه. كيروش عمل المعادله دي، كان في روح. وشفتوا الراجل كان بيسجد وبيقع وبينفعل على الحكم خلال البطوله اللي قبل الماضيه، يعني ده كان بيدخل يتخانق وتم طرده، وكان بيدير المباراه ان هي من المدرجات. لا هو كان فعال جدا، وكان حماسي، وكان منفعل، وكان نفسه يعني رغم كم البطولات والانجازات اللي حققها كمدير فني، هو بس هو بيخلق ضغط. هي المقياس؟ لا مش الرياكشنات، يعني جودة لا 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 خالص. أنا إذا كان كده كابتن حسام حسن هيولع الدنيا بقى. لا هو بيتكلم عن أنا تحدثت مع كابتن ضياء قلب فعلا وكابتن وائل جمعة عنه. لا كان راجل مش فكرة جاي عامل عقد وخلاص جدا. أنا يعني اتكلمت معاهم بشكل شخصي، بلاس الفنيات كانت باينة. أنت خلال مباراة النوك أوت، يعني المباراة الوحيدة اللي ما كنتش أفضل حاجة فيها مباراة نيجيريا اللي إحنا خسرناها، من بعدها غينيا بيساو السودان كوت ديفوار المغرب بالكاميرون، انت الطرف الافضل. حتى في الفاينل كنت ايكوال، يعني السنغال بعنفوانها بساديو ماني اسماعيل صار بالليله بتاعتها دي كلها، انت كنت ند، كنت يعني تقدر تكسب في اي وقت. مع تالق بقى، بس الحماس ده ما ظهرش على محمد ابو جبل، ما ظهرش على محمد عبد المنعم وهو بيلعب اول بطوله دوليه ليه، ما ظهرش على امام عاشور وهو بيلعب باك رايت بعد اصابه اكرم توفيق بالصليب واصابه عمر كفايه عبد المنعم ده اصلا. لا انت بتلعب من غير يعني انت كنت بتلعب ايمن اشرف في نص الملعب. اكتشاف عبد المنعم يعني كمان كان امر رائع. الحاجات
كان لازم كيروش، كان لازم كيروش، بس هو الراجل في المؤتمر الصحفي قال لك حاجه واحده، سيبونا اشتغل ومحدش يتدخل. قالوا لا امشي. ايه ده كان ده طموحه عالي قوي، عايز يشتغل، عايز يشتغل ومحدش يتدخل. يا جماعه ده بالنسبه للي فات. اللي جاي ما تجيش برضه. استاذ حسن رؤيتك ايه؟ انا بقول لحضرتك من دلوقتي، كابتن حسام حسن هيمنع تماما اي حد يتدخل في شغله، ودي يمكن من ايجابيات التعاقد معاه. نامل ذلك. لا محدش هيقدر يتدخل في شغله. حتى تم الغاء منصب المشرف العام على المنتخب بمجرد تعيين كابتن حسام حسن. كابتن محمد يوسف. لا كابتن محمد يوسف اتظلم في الموضوع ده. هو كابتن محمد وحشه جدا صراحه، انا عينته الساعه كام ومشيته الساعه، والقرار خارج من اتحاد الكره رسمي موجود على صفحه. أيوة. الاتحاد. هي دي اللي ان تعيين كابتن محمد يوسف مدرب عام لحين التعاقد مع مدير فني اجنبي باينه جدا. طب وفي يوم وليله الكلام اتغير، يا اما كابتن حسام اجنبي واحنا مش واخدين بالنا. قد يكون. متهيأليش. بعيده قوي. الدنيا عندنا حلوه يا عم حسام حسنوفيتش. عايزين نعمل اي حاجه بنعملها، وفي الاخر الجماهير هي اللي يعني بتتضحي، اللي هي بتدفع الثمن. والله دي حقيقه. والله دي حقيقه. والله واللاعبين بتبقى ضحيه، يعني في لاعبين بتتظلم، يعني في لاعب زي مصطفى محمد قدم بطوله قويه جدا اتظلم، وهيتم يعني انسى بقى خلاص المستوى اللي قدمه والمجهود اللي عمله مروان عطيه، يعني بيتظلموا في وسط المنظومه. صح. الغير اداريه دي، يعني مش هينفع اقول اي لفظ ثاني، بس هي اداريا لا احنا مش احسن حاجه للاسف. يعني هستاذنك نقف عند النقطه دي ونطلع فاصل سريع ونرجع نكمل. رحب بحضراتكم، اكيد حديثنا مستمر، وده كان اخر فاصل مع الاستاذ كريم فضل الناقد الرياضي. انا تعبت من المنتخب، تيجي ندخل بقى على الاهلي. والله بقى لنا فتره. هقول لك على حاجه، اللي مضى اتكلمنا فيه كتير جدا، واللي جاي ما حدش عنده اقتناع كبير انه هيبقى مختلف، يعني الا لو شفنا على الارض حاجه. احنا كده كده بندعم وكده كده عندنا امال كبيره، لكن محتاجين نطمن، وده لسه بدري عليه. مش هنقدر نحكم ابدا من دلوقتي على كابتن حسام حسن او اي حد بقى يطلع ينتقد او يقول كلمه، يعني ده كده سابق لاوانه بشكل كبير جدا، وده مش دورنا الحقيقه حاليا تماما. فعشان كده انا افضل ان احنا نقفل المنتخب شويه، نروح للاهلي. عندنا استعدادات دلوقتي مهمه جدا، فتره صعبه جدا كمان، تحديات محليه وقاريه افريقيا. خلينا يعني نتكلم معاك في النقطه دي، ونبدا بفكره او فتره الاعداد، ومع الفتره دي عايزين كمان نتكلم عن الجول كيبر او حارس او حراس المرمى بتوعنا، لان طبعا انت عارف هذا الملف مش هقول شائك، لكن في كلام كتير مؤخرا. طيب قبل بس ما نختم موضوع المنتخب، شوف انت برضو مصر. لا هي بس حاجة يعني مسج صغيرة. فضل. طبعا من الأساس يعني عايز تصلح المنظومة من الأساس بتاعها، مفيش مبنى إلا إذا كان بأساس ثابت، صح؟ طيب الأساس بتاعك اللاعبين الناشئين والبراعم المستوار، إلغي الاستثمار الفاشل اللي بيحصل ده، وطور منظومة الاستثمار الرياضي، ملاعب الترتان تتلغي، الاختيارات والمحسوبية والواسطة تتلغي، هيبقى عندك منتخب قوي. هي دي اخر نقطه، اهم نقطه الحقيقه، يعني دي المسج يعني. خلينا نبدا منها وبعدين نكمل. بالظبط. انا بتكلم هنوصل بجد. هنوصل لمستوى مذهل، لان المهاره موجوده في جينات المصريين. يعني لو سالت اي مدير فني اجنبي تولى تدريب منتخب او انديه في مصر، هيقول لك اللاعب المصري مهاري جدا، وتفتكروا كانوا بيشبهونا بالبرازيليين يعني في حته المهاره. يعني عشان نخرج منها ونروح للنادي الاهلي، انا مش شايف اي، بالنسبه لي ككريم، انا مش شايف اي قلق او توتر في ملف حراسه المرمى. واثق جدا جدا في مصطفى شوبير وحمزه علاء ان هم يتولوا المهمه في بطوله افريقيا، وواثق جدا جدا في محمود الزنفلي. محمود الزنفلي ده واحد من الحراس الموهوبه، واللي كان وكنت اتمنى بشكل شخصي ان هو ينضم في سنوات سابقه، يعني فترته مع الاتحاد السكندري بالتحديد كان مميز فيها جدا، ولكن هي كانت مؤجله علشان خاطر ربنا يراضي الولد، لان هو صابر كتير، والموقف اللي حصل معاه بتاع البنك الاهلي والانضمام من الداخليه ثم التراجع عن القرار والكلام ده كله، بس عشان النيه بيضه. بالظبط. فكانت مكافاه ربانيه يعني. وهو كامكانيات حارس موهوب جدا، يمتلك طول قامه جيد في اللعب بالقدم، والخروج في الانفرادات والتصدي للتصوير. بس هي فعلا حاجه لازم نقف عندها شويه، لان شوف انت ده بياكد لك انت ممكن تكون بتحلم بحاجه وشايف ان هي افضل شيء ليك، ربنا يشيل لك حاجه ثانيه خالص. ما احترمنا طبعا البنك الاهلي، بس لما كتب التصريح بتاعه قال لك قدر الله ما شاء فعل، بعد كده بقى قدر الله ما شاء فعل عشان شايل لك النادي الاهلي برضو. طبعاً. يعني طبعاً. لازم الواحد يؤمن ان ربنا بيشيل له الافضل، حتى وان كانت فتره اعاره ست شهور. احترمنا برضو البنك الاهلي. يعني
انا متاكد انه هيكمل، يعني انا متاكد ان محمود هيكمل ان شاء الله زيالة. وهيكون واحد من الحراس المؤثرين مع النادي الاهلي، بس دي فرصته هو بقى، الموضوع مقام او متوقف عليه هو بالظبط. وانا بقول لك هتبقى منافسه قويه جدا بينه وبين اوفا لصالح الفريق، يعني اما يكون عندي اثنين حراس مرمى مميزين وموهوبين واي نوت، يعني ايه المانع؟ صحيح بلس بقى لما يرجع الشناوي بالسلامه ان شاء الله هيبقى المنافسه اقوى واقوى، واتمنى ان في وقتها بقى ان الافضل هو اللي يتولى حراسه المرمى. صح، يعني ما بيحصلش تدوير كتير ليه في حراس المرمى، يعني لا هو مركز حساس شويه، يعني بيحتاج استمراريه، يعني بعكس باقي المراكز. يعني انت لو حضرتك بصيت على كل فرق العالم بتلاقي في حارس اساسي وفي حارس احتياطي، الحارس الاحتياطي ما يقلش عن الحارس الاساسي كفاءه، بس بتشوفه احيانا يعني عشان انت مع يعني ما عندكش، يعني بتعتمد على ان انت تشوفه بس على اصابه الحارس الاصلي ده هنا، لكن بره مثلا هناخد كمثال في انجلترا في بطوله الكاس الاتحاد ورابطه الانديه المحترفه او والدوري بلس بقى البطولات القاريه، فانا بشترك في اربع خمس بطولات، فبالتالي ممكن ادي فرصه لحارس واثنين وثلاثه. بعكس هنا انت الاهلي مثلا بيشارك في الدوري والكاس ودوري الابطال، الاهلي مثلا بيدي اكتر من فرصه، مثلا شفناها مع امير عبد الحميد، شفناها مع مصطفى شوبير نفسه في مسابقه الكاس انه بيشترك، بس بتبقى عدد مبارياتها قليل جدا، يعني وارد جدا الاهلي مثلا من دور 16 يخرج او 32، فبالتالي بتبقى مشاركتك لمباراه واحده، لكن لو الاهلي كمل في البطوله واديت الحارس فرصه بيستمر في المشاركه. فيعني اتمنى ان فعلا يكون في عمليه تدوير وروتيشن بس بحسابات، عشان خاطر الاهلي من الفرق اللي بتخاف على رصيدها من البطولات. اكيد اكيد. طب تعالى نرجع بقى للمعترك الافريقي اللي الاهلي راجع عليه وشباب بلوزداد في البدايه كده، ورؤيتك برضو مش بس الماتش ده، للي جاي عموما في المشوار الافريقي للنادي الاهلي، هو مطمن من ايه وقلقان من ايه؟ اللي قلقان منه شويه فتره الراحه الطويله اللي لاعبي الاهلي اخذوها، ممكن تكون سلاح ذو حدين، يعني يا اما راحه واستشفاء يا اما شويه كسل كده، وللاسف برضو المصري لو اللاعب المصري بيحس بدلع شويه كده لحد ما يتشد ودنه يعني، فدي مقلقاني شويه، لكن اللي مطمني اكتر ان في اكتر من عنصر جاهز. الحاله الفنيه اللي ظهرت في المباريات الوديه الاخيره، موديست لو تتذكروا انا كنت معاكم وكنت واحد من الناس اللي كنت بدافع عنه ولا زلت مصمم، يا جماعه هو لاعب بامكانيات كبيره جدا، بس هو كان لسه فيه يعني جاي من دوري مختلف تماما، لسه اجواء مختلفه، بس لازم احنا ايه الناس تقعد تك 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 الصبر. ما هي دي الصبر، هي دي والله لسه، يعني هو لسه الصبر عنده جميل بس نصبر للي حاسس بيه. لا موديست، امام عاشور، مروان، حسين الشحات، محمد عبد المنعم، ياسر ابراهيم، محمد هاني، علي معلول، لا العناصر الاساسيه جاهزه، بلس حتى كريستو يعني بدا يخش في الاجواء، عوده رضا سليم دي عوده مهمه جدا 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 على الشق الهجوم، لان رضا لاعب عنده حلول وبيقدر يلعب طبعا سواء جناح يمين او جناح شمال، ف هايل الحقيقه جدا جدا. وسام ابو علي واخر المستجدين في النادي الاهلي، بس وسام مصاب للاسف. يعني انا بكلمك على فكره انضمام الناس اللي انضمت اخيرا للنادي الاهلي في الفتره الاخيره، يعني برضه اضافات قويه. انا عندي نقطه ضعف كده تجاه ما كل ما هو فلسطيني بسبب الاصول يعني، ولكن اضافه قويه جدا جدا هجوميا، ولاعب اتوقع انه هيبقى منافسه. انت متخيل منافسه موديست، كهربا، وسام ابو علي؟ لا منافسة شرسة، يعني منافسة شرسة، كل لاعب فيهم بستايل مختلف، يعني موديست طول القامة، الكرات الرأسية العالية جدا، كهربا المشاكسة والمناكفة بتاعته مع المدافعين والمهارات الكرة على الأرض، وسام أبو علي السرعات وقوة التصويبات، وأيضا بيجيد اللعب بالرأس، فأنت عندك ثلاث لاعبين بستايلات مختلفة جدا تقدر توظفهم حسب سير المباراة أو حسب قوة المنافس أو حسب طبيعة المنافس، يعني لو أنت بتلعب فريق بيتميز لاعبيه بطول القامه واجاده ضربات الراس، بالتالي هتلعب بموديست. رضا اوريدي ان شاء الله هيشارك، يعني فرقه محتاج انك بتلعب كره سريعه وبتلعب كره على الارض وبتلعب ضغط عالي، لا يا اما وسام يا اما كهربا، فانت عندك حلول كتير جدا. وانا بقول لحضرتك مع تولي حسام حسن المسؤوليه، في لعيبه كتير جدا من الدوري المصري وبالتالي من النادي الاهلي هتحاول تظهر بشكل قوي، علشان خاطر هي واثقه انها هتاخد فرصتها مع حسام حسن. فدي نقطه لازم تتحط في الحسبان.
من بين اللاعبين دي اللي انا متوقع حسين الشحات ده المفروض ومن زمان. يعني حسين وياسر ابراهيم هيكونوا عناصر اساسيه مع حسام بس حسن. هيجيب حسين الشحات مكان مين؟ ما هو يعني خلينا برضو المركز بتاع حسين الشحات تفتكر هيتنزل عن مين من المحترفين؟ اللي ياثر حسين الشحات هيلعب مكان. مش شرط يكون سين او صاد من اللاعبين. انا بقول لحضرتك اللي هياثر هيكون حسين الشحات. هو ليه دايما بيتم الاعتماد وكانه امر مسلم بيه ان انا لازم انا كمحترف يبقى انا الاقدر بالتواجد في هذا المركز مع المنتخب؟ يعني هي دي معادله سليمه ولا مش شرط يكون؟ لا طبعا يعني مش شرط. مش لان دايما مش بيتم الاعتماد على المحترفين. طيب يعني مفيش مدير فني جه ما اعتمدش على المحترفين بتوعنا كلهم. هقول لحضرتك مثال بسيط جدا مع منتخب الانجولي اللي كنا لسه بنتكلم عليه. منتخب انجولا عنده جناح واحد من افضل اللاعبين في مركزه في الدوري الايطالي ليفامبو، لاعب صغير في السن، مهارات وسرعه وقوه حاجه مش طبيعيه في الدوري الايطالي، مش بتكلم في دوري صغير. لكن المدير الفني لمنتخب انجولا كان شايف ان جيلبرتو جناح بيترو اتلتيكو هو الافضل ولعبه ونجح وكسب الرهان وكان واحد من نجوم البطوله. نفس اللي حصل مع امير سيفايي لما استبعد ابراهيم سنجاري. ابراهيم سنجاري ده يا جماعه يعني برشلونه ومانشستر سيتي ومانشستر يونايتد ليفربول بيتخانقوا عليه، هو لاعب في ايندوفن بيتخانقوا حرفيا عليه وبيقدم مستويات مرعبه في الدوري الهولندي، لكن هو اختار انه يلعب بكيسي وفوفانا. جميل؟ وضاف عليهم في النهائي سيري دي، سيري دي ده انا تقريبا من ساعه ما انا اتولدت بيلعب، يعني انا مع منتخب كوت ديفوار من زمان جدا وبيلعب في الدوري السويسري يعني مستوى اقل شويه، بس هو شايف ان هو محتاج الخبرات في المباراه قويه وتقيله زي دي. بالتالي عمل ايه؟ لعبه. مع العلم ان الاثنين سن واحد، يعني الاثنين في سن واحد اللاعب والمدير الفني. بس هو اختار ده بياكد كلام حضرتك ان الافضل هو اللي يلعب. مش شرط ان كان بيلعب في مانشستر يونايتد ولا بيلعب في مانشستر سيتي ولا في ليفربول قصاد لاعب في الدوري المحلي ده. اللي هيقدم لي المطلوب منه فنيا هو اللي يلعب. اللي نهاوند بتكلمك عليه ده بقى من ضمن المطالبات اللي الاصوات ارتفعت بيها بشكل ملحوظ بعد النسخه دي من الحقيقه. يعني قال لك يعني ما معناه بالبلدي كده يا فرحتنا بالمحترف لو احنا مش شايفين منه اي اماره للاحتراف ده. بص اللاعب المحترف لو ما جاش لاعب اساسي زي نفس الفكره في الانديه، يعني انت ما تجيب لاعب محترف عشان يصنع الفارق أكيد. او مميز عن اللاعب المحلي، انما يجي يلعب يقعد احتياطي ملوش لازمه، صح ولا لا؟ صح. اللاعب المحترف في الدوري الاوروبي لو ما جاش بقى اساسي ومؤثر مع المنتخب الاول لبلاده ما يلعبش. يعني انا ايه فعلا يا فرحتي ان انا عندي مثلا 20 محترف ملوش حاجه. يعني ما ايه اللي انت بتقدمه لي؟ ايه اللي بتقدمه لي؟ مع العلم يعني انا واحد من الناس اللي بتناشد الانديه تسمح بالاحتراف لاعبيها وكل ده، بس هو تاريخنا كله بيقول ان اللاعب المحلي هو اللي كان دايما بيصنع الفارق. حققنا كل بطولاتنا من 86 ل 98 ل 2006 و8 و10 بلاعبين. ما كانش وقتها الاحتراف زي دلوقتي خالص يعني. لا بالعكس، طب ما كانت افريقيا كلها محترفين. احنا بتكلم عندنا مصر. لا طبعا ما كانش زي كده، بس انا اقصد ان كان في الوقت ده برضو كان في لعيبه محترفه، ولكن كنت بتعتمدي على العنصر المحلي لانه كان اكفى. حتى في الاداره الفنيه يعني حتى كمدربين. طبعا مدرب يعني بطري. يعني كابتن حسن شحاته وكابتن محمود الجوهري رحمه الله عليه هم اللي حققوا لك الانجازات والبطولات دي. طبعا اذا استثنينا تاهل منتخب مصر في 2018 مع كوبر. يعني انا عايز اسال حاجه، هو ليه ما بيتمش الاستعانه بكابتن حسن شحاته يعني في الجهاز الفني؟ مش مهم كايه، بس وجوده بشكل استشاري يعني. وجوده حتى لو استشاري فعلا وجوده اعتقد هيعمل فارق كبير جدا. والله انا بقى بضم صوتي بصوتك يعني اتمنى ده. راجل عنده خبرات كبيره جدا 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 وراجل يعني مدير فني تقيل، يعني مدير فني من يعني عندك كوادر يعني. ممكن يتخوفوا ان ده ممكن ينتج عنه زمزقه من المدير الفني ايا كان مين هو؟ وارد، ممكن يكون حاسبينها بس الحاجات دي برضه اعتقد بتتاخد في الحسبان اكيد. ماشي، بس هو انت عندك مناصب داخل الاتحاد تقدر تستفيد بيها يعني لما هم تيم في الاخر لازم نشتغل كتيم يعني. الا كده ملهاش هو انا برضه انا يعني سؤالكم ده هيخليني اسال سؤال مهم، هو ايه دور المدير الفني للاتحاد؟ يعني هل هو تم تعيين مؤخرا مدير فني للاتحاد؟ ما هو لا هو طول عمره موجود، يعني المنصب ده موجود. يعني كان دكتور محمود سعد و لسنوات طويله جدا جدا، وخلاص مؤخرا طبعا كابتن علاء نبيل، يعني حد شاطر جدا في الشغل
سواء فني او اداري وحقق نجاحات كبيره مع زد، بالتالي تمت الاستعانه بيه طبعا ولاعب عنده خبرات يعني كابتن علاء ده لسه من يومين تقريبا يعني هو اهلنا لوس انجلوس بهدفه التاريخي في الجزائر ولاعب دولي يعني عنده خبرات دوليه كبيره، لعب مع المقاولين العرب طبعا حقق بطولات محليه وافريقيه. هي الفكره كلها انا عايز برضو افهم ايه منصبه يعني انت بس هل هيبقى دوره استشاري ولا هيبقى تعيين مدربين ودورات يعني انا مش وهل توجيهاته هتبقى ملزمه ولا مش بالضروره مثلا برضو يعني كل ده لازم يتحط في الحسبان ولازم يبقى خطوط عريضه كده واضحه. انت دورك 1 2 3 المدير الفني هيجي هيشتغل على استراتيجي وبتقول 1 2 3 بالتعاون مع المدير الفني. انت مع المنتخب الاولمبي انت ما فيش اي كوميونيكيشن بينك وبين بيكالي. انت ما يعني انت يا جماعه انت المنتخب يعني اعلى معدل اعمار في البطوله كان منتخب مصر، المنتخب الوحيد اللي ما فيهوش لعيب تحت 24 سنه مصر. يعني اصغر لاعب عندك محمد عبد المنعم مواليد 99. يعني لا كان في شويه حاجات مش طبيعيه. انت جاي تقول انا ببني جيل جديد مين يعني جيل جديد مين وانت عندك 10 لاعبين 30 سنه انت لغايه 23 بتقول ان عندك ناشئ مش عارفه ازاي يعني احنا بنقيسها بقياسات جايزه اللاعب الناشئ عند مواليد سنه 90 سنه. نورتنا يا كريم، بشكرك جدا على وجودك معانا. انا اللي بشكركم والله، ببقى سعيد اكون معاكم. يعني احنا كمان بنسعد دايما بوجودك، بنشكرك عليه شكر جزيل، والشكر موصول لمشاهدي قناه الاهلي في كل مكان. على حسن المتابعه بكره باذن الرحمن يتجدد اللقاء. صباح الخير.